صلاة المغرب تقريبا على 6:15، واللي حابب يصلي في غرفة مباشرة بعد الريسبشن للسيدات، والرجال بتفضلوا على الجراوند فلور يصلوا تحت في غرفة برضو تحت. اليوم محاضرتنا هتكون فيها بث حي على اليوتيوب، لو حدا منكم حابب انه يبعت اللينك او يبعت الرابط لاي حدا من اصدقائه اللي ما قدرش انه هو يجي اليوم على المحاضره، طبعا هذا الموضوع بيسعدنا على قناتنا في اليوتيوب. ولو اي وقت حبيتوا تراجعوا او تبعتوا اللينك تاع المحاضره في اي وقت، المحاضره هتبقى على قناتنا على اليوتيوب الى الابد. اليوم لو سمحتوا بعد المحاضره ما تمشوا، لانه حنختاركم اليوم محكمين للاختيار الناس او البيبلز تشويس للانستغرام كومبيتيشن. هذا سر بيننا وبينكم، انتوا ان شاء الله حتكونوا المحكمين لاختيار الفائز بين 5 فائزين لمسابقه الانستغرام. هلا بنيجي لمحاضرتنا الشيقه جدا خصوصا بالنسبه لي انا، الاندر ووتر فوتوغرافي او تصوير تحت الماء مع اياد مصطفى. شكرا جزيلا. اهلا اهلا، شكرا. اهلا وسهلا فيكم، انا اسمي اياد مصطفى، مصور فوتوغرافي وبدرس تصوير، بعمل محاضرات ودورات وبعمل عده انواع من التصوير. واحده من الانواع اللي انا بعملها بالتصوير هي التصوير تحت الماء او الاندر ووتر فوتوغرافي او السكوبا دايفنج فوتوغرافي، ممكن ترجمها باكثر من بشكل باكثر من شكل من الاشكال. ما بحب احكي كثير عن حالي، فبس حطيت 4 نقاط او 5 نقاط بس بتذكير. انا مواليد عمان الاردن، درست الاتصالات، انا دراستي ما لها اي علاقه بالتصوير، انا درست اتصالات سلكيه ولاسلكيه تيليكومنيكيشن. هوايتي بالتصوير بلشت من التصوير الفلكي الاسترو فوتوغرافي، يعني انا شوي بعكس كثير ناس، الناس بتبلش بشكل عام وبتتخصص، انا بديت متخصص بعدين بلشت اصور بشكل الامور التصوير العام. بلشت التصوير كشغل، كان بارت تايم مش فول تايم، جزء تصوير بشكل جزئي سنة 96 في مجال تصوير السيارات والراليات والموتور سبورت. اشتغلت مع كثير مجلات سيارات، سبور اوتو، توب جير، كثير مجلات سيارات، صورت لمعظم شركات السيارات بالمنطقة. كثير من صوري انتشرت بغير مجلات السيارات، لأنه هذا شغلي بمجلات فلك وعدة مواقع، منها موقع ناسا، موقع الاتحاد الأوروبي للفلك. وعملت بعمان، كان عندي شيء اسمه إكستريم فوتوغرافي، شركتي الخاصة بالتصوير للتصوير وتدريس التصوير. وبلشت هوايتي بالغطس سنة 2008. سنة 2008 قررت انه بدي اجرب اني اعمل اشوف شو اللي تحت المي اذا ممكن. يس. فسنة 2008 قررت انه بدي اجرب اني اغطس تحت المي، اشوف هذا العالم الثاني تحت الماء. طبعا انا ما كنت بعرف انه عالم ثاني، ما حدا حكى لي انه لما تنزل تحت المي بيكون في عالم تاني راح تكون فيه. لكن انا لما نزلت تحت المي وبلشت اخذ الاوبن ووتر كورس ومعنا دايف انستراكتور ممكن يحكي لنا على مراحل الغوص اكثر مني، اكتشفت انه انا بس مجرد ما انزل تحت المي اطلع من الوسط الهوائي، ادخل بالوسط السائل المائي، انا بترك العالم اللي انا فيه بدخل بعالم تاني. طبعا لما ننزل تحت الماء، وخليني اسال مين فيكم جرب انه نزل تحت المي، عمل غطس سكوبا دايفنج؟ 3 4 5 6 تقريبا عندنا 10 اشخاص جربوا هاي المجموعه. طيب خليني اسال سؤال ثاني، مين جرب ينزل تحت المي ويصور تحت المي؟ كمان في عنا عدد مش بطال. طيب للناس اللي ما عندها فكرة شو يعني سكوبا دايفنج، قبل ما أبدأ المحاضرة في فيديو قصير مدة 30 ثانية، هذا الفيديو زي ما طلع من الكاميرا، أنا عملت عدة فيديوهات تحت الماء للتصوير تحت الماء، هذا الفيديو أخذته
كوبي بيست زي ما طلع من الكاميرا، ما عملت له لا اديت ولا كلر كوركشن ولا اي شيء، بس بدي اياكم تاخذوا الفيلينج تبع تحت المي. اذا ممكن بس نعرض الموفي. من اليو اس بي او من اذا نعمل مينيمايز هذا فيديو صورته السنة الماضية في منطقة في العقبة جنوب على عمق حوالي 16 او 16 متر، كثير عميق بمنطقه كرل الشعب المرجاني زي ما احنا بنحكي، منطقه مليئه قش. اذا بتشوفوا الحياه البحريه كثير ممتازه فيها. كلاس فيش هلا رح نحكي عنهم بشغله ثانيه. شكرا كثير، نرجع للبرزنتيشن بعد اذنك. ممتاز. اوكي، طبعا لما بديت اصور معدات تصوير الهويات بشكل عام بعضها مكلف، والاندر ووتر فوتوغرافي يمكن او الدايفنج سكوبا دايفنج مش كثير مكلف انه ناخذ الهوايه، ممكن انه نعمل الاوبن ووتر كورس هي اول مرحله بالغطس، ونروح على مركز غطس ندفع سعر الغطسة أو الغطستين اللي رح ناخدهم بهذاك اليوم ونروح. بعرفش كم بكلف الموضوع، أنا لسه ما غطست بالإمارات، إن شاء الله قريبا ببدأ إنه نغطس ونش نستكشف العالم تحت المي اللي هون أو بالمناطق اللي حوالينا. لكن لما نبدأ ندخل بالدايفنج بشكل متعمق أكثر، بصير إنه أنا بدي أخذ المعدات الغطس الخاصة فيي، بكون مرتاح أكثر. هون بتصفي عندنا كوست اكثر. لما ندخل بموضوع التصوير تحت الماء الكوست بزيد، بصير عندنا كوست اكثر. طبعا اذا بدي ادخل بهاي المعدات اولها ما راح افكر، لانه بتطلع هيك نحكي 10,000 دولار على الطاوله، يمكن اكثر مش متاكد. لما احكي لواحد ادفع مبلغ ضخم عشان هوايه، لا ما بدي، حتى لو معي يمكن مبلغ ضخم بيكون بالموضوع. فبدأت انه اصور تحت المي بكاميرا اللي هي هاي الكاميرا اللي هي الكانون جي 12. هذا الحكي كان اعتقد 2010 او 2011، كلفتني يمكن 650 دولار بين الكاميرا والاندر ووتر كيس اللي هو من شركه كانون اللي اجى معها. الجي 12 للناس اللي جربوها هي كاميرا حلوه ممتازه للاستعمال بشكل عام للسفر، كاميرا صغيره امكانياتها مش بطاله. العدسة اللي موجودة فيها هي equivalent تعادل 28-135 ميلي كعدسة لل 35 ملليمتر، عدسة مش بطالة بشكل عام، إمكانياتها جيدة بشكل عام. الكيس أو الغطاء اللي بنزل تحت المي بتحمل لغاية 40 متر، وأنا نزلت فيه تقريبا ل 40 متر يعني، و 40 متر عمق مش صغير، اللي بيعرفوا بالغطس 40 متر عمق مش صغير ابدا. فهاي المرحله او الخطوه الاولى اللي ممكن شخص يبدا انه يصور فيها ويبدا ياخذ لقطات تحت المي. طبعا زي كل شيء بالعالم لها ايجابياتها وسلبياتها، ايجابياتها صغيره خفيفه سهل استعمالها مش غاليه. سلبياتها انه الصور بتطلع معنا، هاي واحدة من الصور اللي أنا صورتها بالجي 12. تيرتل، سي تيرتل بالعقبة على عمق حوالي 20 متر. ليش الألوان هيك؟ مش لأنه أنا ما بعرف أعمل كلر كوركشن أو أنا ما بعرف أصور، لا أنا بعرف أصور منيح. لكن اللي نزلوا تحت المي بيعرفوا إنه أنا بس أنزل كل ما أعمق أنزل لعمق أكثر، المي بتغربل أو بتفلتر الألوان. وما بتفلتر كل الألوان، يعني كثير ناس بيسألوني طب لما تنزلوا على 20 ولا 30 متر بتشوفوا مش ظلمه؟ لا مو ظلمه ابدا.
كميه الضوء ككميه ضوء كميه كثير كبيره، لكن نوعيه الضوء يعني لما نبدا ننزل احنا تحت المي كل ما نزلنا لعمق اكثر كل ما كان الالوان بلشت تروح، بس ما بتروح كلها مع بعض. اول شيء اللون الاحمر، بعدين الاورنج، بعدين الاصفر، بعدين الاخضر، عفوا بتبدا تختفي بالتدريج. يعني هون ما بعرف في عندي بوينتر بهذا ال Do you have a laser pointer in this one? Which one? Okay, thank you. Okay. طبعا this is in perfect condition. Perfect condition that means filter water, very pure water that yellow can reach 35 meter. In typical condition الأوضاع الطبيعية العادية اللي بنشوفها كل يوم، إذا كانت مياه صافية يعني يعتبر الفيزابيليتي كثير منيحة، قدرة الرؤية كويسة تحت المي، الأصفر يا دوب بنشوفه على 15 متر، طبعا بنشوفه يعني يا دوب يوصل لغاية 15 متر. يعني إذا كان عندي قطعة على سبيل المثال، طبعا احنا لا ندعو إطلاقا لرمي أي نفايات خصوصا بلاستيك بالبحر، وين ما كان خصوصا بالبحر، لكن لو اكتشفنا انه هذا خطأ الزجاج البلاستيكي الأحمر لو أخذناه معانا على عمق 25 متر راح تشوف راح يصير لونه أزرق. تطلع عليه بعينك تحس انه لونه أزرق، إذا بتضوي عليه ضوء بنجيب عليه ضوء تضوي عليه بتشوفه أحمر مرة ثانية، بس باللون الطبيعي بيكون باللون الأزرق. فبعد ال 15 أو ال 20 متر كل شيء بيصير بالألوان الخضراء والزرقاء، ببطل عندي احمر اصفر، بنبطل هاي الالوان تكون موجوده. عشان هيك هاي لون السلحفه اللي انا صورته بالجي 12 ما كان عندي اضاءه او الوان احسن من هاي انا كان ممكن اني احصلها. طبعا انا لما اصور انا بصور بهاي الكاميرا اللي هي ال 5 دي مارك 2. وال 5 دي مارك 2 انا اشتريتها بترتيب عكسي، يعني في العادة الناس بتشتري كاميرا، يعني أنا هلأ ممكن أشتري الـ 5D Mark IV وأروح أشتري لها الأندر ووتر كيس تبعها. اللي صار معي بترتيب عكسي، إنه صديق لإلي كان المفروض يحضر هون لكن شوي مريض ما تمكن يكون معنا، كان عنده المعدات هاي كاملة اللي هي مخصصة للـ 5D Mark II، وكان بده يبيعها، صار عنده ظرف بده يبيع هاي المعدات، فأنا اشتريتها منه بسعر جيد، ما كان بالسعر الطبيعي، كان يمكن تقريبا بنص السعر، غير هيك يمكن كنت راح أفكر أشتري ولا ما أشتري فيها مرة ثانية، بس إنه كويس إنه أخذتهم. فاشتريت بعدين اشتريت الكاميرا للكيس، حاولت إنه أستعمل فيها 5D Mark III، كنت بهذيك الفترة بستعمل 5D Mark III ما ركبت، لأنه الشركات المصنعة النص الثاني احنا عندنا بريك بعد على 6:30 للصلاه ونشرب قهوه ونفرفش شوي. الشركات المصنعه لما صنعت هذا الكيس عملته بالتحديد لهي الكاميرا. لما جيت استعمل ال 5D Mark III اللي هي لو طلعنا عليها بالوضع الطبيعي ما بنشوف فروقات محرزه بين الكاميرتين، ما ركبت، ما 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 دخلت داخل هاي الكاميرا. فعشان هيك انا لغايه الان ثابت انه عم بستعمل 5D Mark II. ما كثير بتفرق على فكره التصوير تحت المي، يعني نجيب هاي الكاميرا ونجيب الكاميرا الاحدث تحت المي مش كثير بيختلف الموضوع، لانه في عندنا امور ثانيه بتاثر على الكواليتي اكثر من الكاميرا، هلا رح ندخل عليها واحده واحده. العدسات اللي انا بستعملها تحت المي بستعمل عدستين، ال 16-35 اللي هي الوايد انجل تبعتي ال F4 والماكرو ال 100 ماكرو. اللي بصوروا تحت المي بيعرفوا انه انا لما انزل تحت المي ما عندي مجال اني افك عدسه واركب عدسه. بدي اقرر ايش بدي اصور وانزل. فانا لما اعرف اللوكيشنز، يعني انا مثلا بالعقبه عندي اكثر من 100 غطسه بالمناطق مثل شرم ودهب و عدة مناطق تانية بالبحر الأحمر على الجانب المصري غطست فيها أكثر من مرة،
فلما اروح بكون متوقع ايش ممكن اشوف، فبقرر اني عدسه بدي اركب بين هدول العدستين. انا هلا ما غطست بالامارات لغايه الان، فبنروح على موقع جديد. ما بعرف شو متوقعين نشوف، بيحكوا لي ممكن نشوف هون مثلا النودي برانش او المرجان، شغلات صغيره بستعمل الماكرو، بروح بركب الماكرو قبل ما انزل. ممكن نشوف شغلات كبيره بستعمل بركب الوايد انجل، فبقرر ايش بدي اصور قبل ما انه انزل بالتصوير. وصارت معنا كثير انه انا مركب الماكرو، وهي صارت مع اكثر من مره، اكون مركب الماكرو السلحفه، وسلحفه يمكن متر عم تلعب معنا وموجوده، طب عشان اصورها لازم ارجع لاخر القاعه يعني 10 متر عشان اصورها بالماكرو، ما بتزبط. ومرات بنكون مركبين الوايد انجل بيطلعوا لنا كل الشغلات الصغيره تكون موجوده معنا، فبنحاول نستمتع قدر الامكان، مش دائما بتزبط الموضوع. المصورين اللي بتشوفوا بعض الصور في المجلات او المواقع المحترفه لتصوير تحت الماء، هو بيكون مجهز ثلاث او اربع كاميرات، وبيكون معاه اثنين ثلاثه دايف ماسترز موجودين، كل كاميرا مجهزه لإشي او بصور فيها. النص الثاني او الجزء الثاني من المحاضره بعد البريك راح يكون عن كيف انا بجمع المعدات مع بعض، كيف بركب الكاميرا، كيف بنجمع المعدات مع بعض، حتى يكون في فكره اكثر، واذا حدا بحب يمسك او يجرب يعرف بالضبط شو اللي عم بيصير معنا. الوايد انجل لما بصور شغلات كبيره، يعني اذا بصور شخص بصور شيء كبير، شبركس، السفن الغرقانه، بستعمل الوايد انجل، مساحات الكبيره. الماكرو اكيد للماكرو لينس، للشغلات الصغيره. هاي الصوره من اكثر او هاي اصغر كلاون فيش او نيمو، كثير ناس بحسب الموفي نيمو، هذه اصغر كلاون فيش انا شفتها بحياتي، هاي اقل من سنتي، السمكه هاي اقل من سنتي، يعني المسافه اللي احنا شايفينها بالصوره كلها اقل من 5 سنتي. انا مصور مساحه اقل من هاي، انا بالماكرو على الماكسيموم ماجنيفيكيشن قدر الامكان، باكبر قدره تكبير قدرت اني اوصلها بهاي الصوره. فماكرو وايد بدنا نعرف شو اللي احنا بدنا اياه قبل ما نغطس، نعرف نصور بالموضوع. الجزء المهم جدا بالتصوير تحت الماء، لانه احنا حكينا من شوي انه كل ما نزلنا، كل ما دخلنا بعمق اكثر، كل ما فقدت الالوان، راح من الاحمر بعدين الاصفر بالاورنج، بلشت الالوان تنزل بشكل تدريجي. فعشان هيك انا بدي الاضاءه تبعتي معي، هاي هي الاضاءه اللي انا بستعملها. طبعا هذا مشابه للفلاش اللي انا بركبه على كاميرتي، ممكن نسميه فلاش او ممكن نسميه ستروب. ستروب اللي هو مضاد، يعني فلاش زي اضاءه الاستوديو، ممكن نعتبرها زي اضاءه الاستوديو، لكن هذا معمول اللي يركب معنا على السيستم كامل او النظام اللي انا بستعمله هون. وبالجزء الثاني برضه رح نجمع ونشوف كيف بيشتغل مع الكاميرا. الستروبس هدول انا بستعملهم شوي متقدمين. الحلو فيهم انه ممكن يشتغل يضرب فلاش، ما راح اضرب هلا بعدين، او ممكن استعمل اضاءه متصله. يعني انا مرات لما اكون بمحل معتم، يعني مرات ندخل داخل سفن الغرقانه ومش دائما معنا الضوء، فبشغل هذا الضوء وبكون كافي اني اشوف فيه. بالاضافه انه مرات لما بدي اصور فيديو، هو مش ضوء قوي جدا مناسب للفيديو، لكن كافي انه اشوف او يعطيني اضاءه الى شكل محدد، او يعطيني انه اكون شايف شو اللي عم بيصير حوالي. طبعا ميك شور انه الفلاش او الاضاءه اللي معكم شغاله. لما نطلع على هاي الصوره، هاي الصوره فيها جلاس فيش اللي هو لما تشوفوه بالوضع الطبيعي هو شفاف، عشان هيك بسموه جلاس، ممكن نسميه، بعرفش كيف ممكن نترجمه بالعربي، بس هو زجاجي، سمك زجاجي، او مش دائما الترجمات بتزبط. هاي الصوره صورتها بشرم الشيخ ضمن دوره. اذا بتلاحظوا
الجزء القريب مني في عندي ألوان طبيعية، أخضر عم يشوف أخضر عم يشوف أصفر، لكن البعيد ما وصلت الإضاءة، فبضلني أنا بكون بالأزرق بالجزء المعتم أو اللي ما فيه ألوان بالإضاءة. هاي صورة لنفس الموقع نفس المكان، بس أنا هون لأنه أنا عم بصور، لما نصور حياة برية أو تحت الماء إحنا ما بنتحكم عم نصور، فبنحاول ناخذ أكبر قدر ممكن من الصور، وبعدين بس نطلع بالنا الرايق مرتاحين بنشوف شو الصورة اللي طلعت. وبنهاية البرزنتيشن هاي واحدة من أفضل الصور اللي أنا عملتها تحت الماء، رح أحكي لكم قصتها باختصار كيف كانت، إنه على مدى يومين اللي عرفت أصورها أو تمكنت إنه أطلع الصورة اللي أنا بدي إياها، فبالنهاية رح نشوفها مع بعض. المهم هاي الصورة وأنا عم بصور عم بشتغل عم شغل الدرايف تبع الكاميرا، أنا عم بصور تك 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 بأكبر قدر ممكن حتى إنه آخذ أكبر قدر ممكن من الصور، وبعدين بختار شو اللقطة الأفضل إلي. فعندي هاي اللقطة وهاي اللقطة اللي هم خلال ربع ثانية بيناتهم، الكاميرا بتصور أربع صور بالثانية، فهاي لقطتين ورا بعض. إذا بتنتبهوا هون الفلاش ما ضرب، الستروب هذا ما لحق إنه يضرب زي الفلاش العادي. لما نيجي نصور بفلاش عادي في فترة ريسايكل تايم، فترة الشحن عشان يرجع يشحن مرة ثانية، فإذا بنضرب أربع ضربات ورا بعض يمكن الفلاش ما يلحق يضربهم كلهم يستوعبهم ويضربهم مع بعض ورا بعض. فهون أنا هاي الصورة وهاي الصورة هم الفرق بين إنه مع الإضاءة لاحظوا الأصفر، لاحظوا الألوان الموجودة عندنا هون بدون فلاش. فلو بالعين تقريبا احنا بنكون شايفين زي هيك، لكن مع الفلاش بنكون نشوف شكل أحسن. هاي السفينة غرقانة بعمان، شبرك سيدر برايد اسمها، طولها تقريبا 80 متر. لاحظوا الفترة القريبة اللي وصلتها ضوء إضاءة الإضاءة تبعتي، لاحظوا شوف عندي أحمر أصفر الألوان كلها بشكل كل جميل وكل الألوان واضح معي. لكن إذا بعدنا شوي يعني المدخنة هون وإحنا هون على مسافة حوالي 17-18 متر، يعني مش عميقين جدا، كله بالأزرق يصير. هاي صورة تانية كمان للإضاءة، طبعا هي مش الصورة العظيمة لكن بس عشان نشوف مع الإضاءة بدون إضاءة. الإضاءة عندنا كل الألوان الأحمر كل شيء موجود، بدون إضاءة دخلنا كله بدرجات الأزرق تكون موجود الصورة عندنا. لما أجي أصور طبعا هذا الكيس راح نجمعه بالنص بالجزء الثاني من المحاضرة، وعندي الإضاءة تبعوني بيكونوا مشبوكين مع الكيس، وطبعا في عندي الدرعان هذول اللي أنا بشدهم برخيهم حسب كيف أنا بدي إياهم، وبتحكم بالإضاءة وين بدي إياها تكون. واحدة من التحديات أو اللي بتكون معنا تحت المي إنه مرات بنشوف سمكة أو كائن جميل جدا، لكن هذا الكائن مش متعاون معنا إنه يجي مثلا على الطاولة وهيني صورني، فبنشوف إنه تخبى بين الكورال بين الصخور بين الشعاب الموجودة. فلما تكون معنا كاميرا كبيرة مرات صعب إنه نوصل عشان ناخذ اللقطة أو الزاوية اللي احنا بدنا إياها. مرات تانية إنه أنا بشوف الكائن تبعي لكن الفلاش في عائق بالنص موجود عندي هون، فبحاول إني أغير زاوية الفلاش حتى إني آخذ الإضاءة اللي أنا بدي إياها. أنا بغير زاوية الإضاءة تبعتي لسببين. السبب الأول إنها توصل للجسم اللي أنا بدي أصوره. السبب الثاني إني أوزع الإضاءة. في عندنا مصور داخل الاستوديو هون، مصورين الاستوديو. مصور الاستوديو دائما بيغير الإضاءة، مش دائما الإضاءة بتكون متساوية، ومعظم الأحيان الإضاءة ما بتكون متساوية. ما
بصور الاستوديو او المصور بشكل عام بحاول الاضاءه تكون من جهه اكثر من جهه ثانيه، لانه الخيالات او الشيدز الظلال الموجوده معنا هي اللي بتفرجينا الجسم، هي بتفرجينا العمق تبع الجسم والتفاصيل. نفس الشيء احنا بنستعمله تحت المي، يعني انا مش دائما بحاول الاضاءه تكون متساويه من اليمين والشمال، لانه بتكون الصوره فلات ما فيها تفاصيل ما في عمق بهاي الصوره، فبنحاول يكون في ظلال بحد معين. بنطلع على هاي الصوره بالكورال سوفت كورال الموجود عندي هون. انا هون الاضاءه الاساسيه من اليسار، وطبعا في اضاءه ثانيه من الامام او من اليمين شوي عشان ما يكون الظل اسود، فاحنا بدنا ظلال لكن بدرجه معينه. وهاي هي توزيع الاضاءه. طبعا هذا الحكي اسهل من تطبيقه بشكل عملي، لانه لما نكون تحت المي وماسكين الكاميرا ومرات بيكون في كرنت ومش عارفين نثبت حالنا وكثير شغلات، فانه نهدى ونقعد انه نعمل الاضاءه ونظبط الاضاءه، الموضوع مش بالسهوله اللي انا يمكن بحكي فيه، بده خبره، مش من اول مره رح يزبط معنا انه نطلع هاي الصوره ولا من ثاني مره، بس مع التجارب بصير سهل انه نتعامل مع المتغيرات هاي اكثر ونطلع صوره افضل. الكلاون فيش السمك المهرج، كمان هون بالسوفت كورال، وهون انا اعتمدت انه الاضاءه هاي المره كانت من اليمين، ما في قاعده الاضاءه من اليمين الشمال، مره الجسم هو اللي بيحكمني انه الصوره على اليمين الصوره من الشمال، كيف بدي اياها الصوره تكون. هاي الشغلات انا ما بتحكم فيها، انا بتركها لل الجسم السبجكت الموجود امامي، شو اللي بحكم علي انه اكون موجود فيه. يعني مرات انا بشوف جسم جميل جدا لكن اليسار على يساره في صخره او شيء مسكر علي، فانا مضطر اصور من اليمين، يمكن الجهه اليسار اجمل لكن انا مضطر اصور من اليمين، ما مش دائما بقدر اخذ الزوايا اللي انا بدي اياها. طيب لنيجي نحكي نصور تحت المي، في عندنا قواعد، انا ممكن ما بفضل مصطلح قواعد، ممكن نسميها جايد لاين او خطوط ارشاديه خلينا نحكي عشان انه ناخذ صوره احسن. الخطوات الارشاديه الخمسه هذول يمكن انا ضفت واحده زياده لهم هلا كمان شوي، هم متشابهات بين التصوير العادي وتصوير تحت المي، بعضهم متشابه نفس الامور، لكن في بعض الامور في بعض التكنيكاليتيز او الامور التقنيه بتجبرني اعملها تحت المي. اهمهم اللي هي الخطوه الاولى اللي هي جيت كلوز او اقترب الى الجسم، حاول تقترب للجسم اللي انت عم بتصور فيه قدر الامكان. ليش؟ لما نصور بشكل طبيعي يعني انا هلا فتحنا هالشباك، الدنيا هلا صارت ليل، مدينه دبي مضاءه، وبدي اصور برج خليفه على مسافه كيلو متر مني مثلا، واعتقد الكل صور او حتى اكثر من كيلو. لما اصور وبالغلاف الجو العادي مسافه كيلو هاي مش تحدي بالنسبه لي، مش عائق كثير، حتى لو الدنيا كان فيها شويه غبره انا ستيل شايف. قدرة الرؤية أو الفيزابيليتي تحت المي تختلف، يعني حتى لو كانت المياه نقية جدا، مش مية بحر، مية نقية جدا، الفيزابيليتي راح تكون محدودة. لما ننزل تحت البحر، أنا ما غطست بالمناطق اللي عندنا هون فما عندي فكرة شو الفيزابيليتي، لكن أنا غطست معظم غطساتي كانت بالبحر الأحمر، بعدة مواقع من البحر الأحمر، والبحر الاحمر معروف انه على قدره فيزابيليتي او رؤيه عاليه، يعني انت بتكون تشوف مسافه كثير كبيره. يمكن انا افضل تجربه شخصيه لي تحت البحر يمكن كنت شايف لغايه 20 متر، وهي تعتبر مسافه كثير كبيره للرؤيه تحت البحر. غطست ببعض الاماكن باوروبا، اذا في من الاصدقاء الموجودين هون
حدا داخل اوروبا اللي بغطسوا ببعض البرك، يا دوب بشوف مترين او 3 متر، مسافه كثير صغيره. غطست انا، عملت تجربه كنت بالنرويج من سنتين، وصديق لي هو انستراكتور، غطسنا بالمحيط الاطلسي، كنت شايف لغايه 5 أو 6 متر، وحسب ما خبرني انه اليوم محظوظين انه عم نشوف لمسافه كويسه. فتحت البحر احنا ما بنشوف لمسافه كثير كبيره، فاذا في عوائق او الفيزيبيليتي مش كثير كويسه عندي تحت البحر او تحت المي، او المي مش كثير كويسه، معناته هاي الغبره او العوائق الموجوده بالمي رح تحكم انه انا لكم ممكن اني اشوف. فكل ما ابتعدت عن الجسم كل ما صار او كل ما قلت كل ما ابتعدت عن الجسم كل ما قلت قدرتي اني اشوفه بوضوح، بصير يغبش اكثر، بصير بليري اكثر او مغبش اكثر، مش لاني انا ما عم بشوف، لانه الوسط او اللي بيني وبين الجسم مش وسط نظيف، وسط فيه كثير عوائق، وسط فيه كثير شغلات. فعشان هيك انا عشان اخفف هاي العوائق اللي بتقلل من الشاربنس او القدره اني اشوف الجسم بشكل واضح، بحاول اقترب الى اكبر قدر ممكن من هذا الجسم. الشغله الثانيه، الاضاءه ما بتنتقل بالمي بنفس قدرتها على الانتقال بالماء. فمعناته هذا الضوء لما انا بدي اصور شخص بفلاش عادي، بيطلع الفلاش بوصل الجسم برجع، طبعا كل ما بعد كل ما قلت قدره الفلاش انه يضوي مكان اكبر. هذا الحكي بصير نفس الشيء بالمي، لكن المي بتمتص هاي الاضاءه بشكل اكبر، فالفلاش او الاضاءه اللي بتطلع معي لما تروح تضرب بالجسم وترجع انا بخسرها بالاتجاهين، بالاتجاه الرايح او بالاتجاه الراجع. عشان هيك انا بحاول قدر الامكان انه اقترب للجسم اكثر، اضاءتي بتوصل بشكل احسن، وبشوف الجسم بوضوح اكثر. اللي عم نشوفه كائن سميه ايل موري، طبعا هو ضخم شوي بالصوره بس هو فعليا زي الاصبع ولطيف، يعني بالعكس بنحب نشوفه ونلعب معه، يعني ما غير ضار اطلاقا. في له اولاد عم اكبر، يعني ينصح بالحذر معهم. من نفس المبدا، هاي السيدر برايد السفينه الموجوده داخل العقبه، انا هون على مسافه 10 متر عم بستعمل عدسه 17 ملم وايد انجل. ولاحظوا انه على مسافه 10 متر يعني يا دوب مبين التفاصيل، لانه الضوء ما بوصل، العوائق الموجوده داخل المي بتمتص هاي التفاصيل كلها. طيب الخطوه الثانيه للتصوير تحت المي، او النصيحه الثانيه عشان نصور تحت المي، هي نحاول نصور الجسم. وها فكرة هاي تقريبا يمكن نعتبرها مع كثير شغلات ثانيه تحت المي وبرا المي، انه نحاول نصور الجسم على مستوى العين او من تحت، يعني احاول ما اصور من فوق، اصور على مستوى الجسم او من تحت الى فوق. طبعا هي مش قاعده، فيش قاعده ملزمه بالتصوير، لكن هي يفضل انه نعمل هيك، اللي صوروا بيعرفوا او بفضلوا شيء زي هيك. طبعا انه نحكي انه نصور من تحت لفوق مره ثانيه، الكلام اسهل من الفعل، يعني لما تكون السمكه زي هاي بوسط المي سهل ننزل لتحت نطلع لفوق، معنا مجال زي ما بدكم لناخذ الصوره اللي احنا بدنا اياها. بهاي الصوره الايل الموجود معنا هون، هو هذا لسه حجمه متوسط مش ضخم كثير، يعني شوي شفته كان موجود بين تحت هاي الصخره. طبعا
انا كنت افضل لو اخد الصوره من تحت شوي اكتر كمان، لكن الكاميرا فعليا على الارض، كاميرتي انا فعليا على الارض، لمست الارض. وكان التحدي هون انه احاول اغير زاويه الاضاءه بشكل معين اللي يوصله، لانه من الجهه اليمين زي ما انتم شايفين مسكر، ما معي اي مجال اجيبها من اليمين، فحاولت من الجهه اليسار انه اوصل الاضاءه للجسم اللي انا بدي اصوره. يعني هاي الصوره يمكن اخذت 10 دقائق لتمكنت اني اضبطها واعملها شوي. مرات الجسم اللي انتم بتصوروه متعاون بضل موجود، مرات بهرب بتخبى بروح ببعد. الناس اللي مرات بيسالونا انه هاي الشغلات ما بتهاجمكم، انا عمره ما هاجمني شيء تحت المي. يعني كل شيء بنشوفه تحت المي بحاول انه يبعد منا، يهرب منا. ف يعني لكن الاشخاص اللي بتصير معهم اصابات هم الناس اللي يعني هذا الكائن له اسنان حاده. فاذا حدا اجى يمسكه ويلعب معه بطريقه غير لطيفه، فبعض الاحيان بده يدافع عن حاله. فاللي بجرب ينزل تحت المي يحاول ما يمسك، ما يلمس شيء، ما يعمل شيء مع هاي الكائنات. اتركوهم بحالهم، بتركوكم بحالكم، ما في حدا بيصيب حدا. ستينجري اعتقد هاي بجنوب مصر. انا شفت شارك، ما صح اللي اصورهم، صورت شارك بس مش بالشكل اللي انا بدي اياه. شارك ما كان عندي القرش، ما كان عندي اي رهبه معه ولا اي شيء، بالعكس حتى حبيت لو كان اقترب اكثر انه اعرف اصوره اكثر. الستينجري هذا كنت متهيب منه، يعني كنت عم بصور وتارك، عم بحاول ابعد شوي وتارك مسافه اكثر. يعني الحمد لله ما صار شيء، لكن هو قطره يعني عرضه يمكن كان مترين وشوي. طول ذنبه والابره اللي موجوده بذنبه بصراحه يعني مش منظر مرعب. فهذا شوي كنت مرعوب منه. وفعلا هون كمان لما صورته كمان كانت الكاميرا تقريبا على مستوى المي. الحلو بالموضوع انه كنا عم نصور على 5 متر، يعني مع نهايه الغطسه دائما لما نغطس بنهاية الغطسة بنعمل شيء بنسميه سيفتي ستوب، انه بنضل على مسافة 5 متر تقريبا 3 دقائق حتى الجسم ينظف الغازات اللي موجودة فيه. فهاي كانت على فترة السيفتي ستوب، وكانت المياه صافية، فالإضاءة كانت واصلة بشكل كتير كويس. هاي صورة تانية من الريكومنديشن اللي أنا تعلمتها كمان، إنه لما نصور من تحت لفوق سطح الماء، ومرات حتى الشمس بتكون لامعة معنا بالبحر، بتعطي جماليات زايدة للصورة. فهي الصورة من تحت إلى أعلى. طبعا إذا بتشوفوا الألوان أو الكرل هذا الموجود هون ماخذ إضاءة من الإضاءة الموجودة التصوير معي هون، إذا ابتعدنا الألوان بتروح. طلعوا هون دخلنا بالأزرق. هي الصورة على حوالي تقريبا 8 أو 9 متر، مش كتير عميقة، عشان هيك لسه فيها ألوان بشكل كامل بشكل عام. طيب النصيحة الثالثة للتصوير، وهي هاي ما لها علاقة بالتصوير تحت المي، لها علاقة بكل أنواع التصوير. اعمل كومبوزيشن، تكوين، اعمل تكوين الخاص فيك. استعمل أي قاعدة من قواعد التكوين اللي أنت بتحبها. رول أوف ثيرد، جولدن ريشيو، سيماتريكال، أنسيماتريكال. استعمل اي قاعده تصوير انت بتحبها، لكن لما تصور انه بس ما تكبس، لا اعمل بلان، اعمل خطه، انه صور انه كيف بدي اياها تكون الصوره تكون. حاول تعمل التكوين تبعك قدر الامكان بشكل جميل من الصوره، من الكاميرا. يعني ما بدنا نعتمد انه بعد الصوره رح اشتغل عليها على الفوتوشوب واعدلها، لا، بدنا احسن صوره تطلع من الكاميرا. فدائما لما نيجي نصور نحاول نشوف ايش الباك جراوند، ايش موجود على اليمين، ايش موجود على الشمال، ايش في فوق، ايش في تحت. نحاول ناخذ كومبوزيشن، ناخذ تكوين، ناخذ صوره.
من الكاميرا. فاستعملوا اي قاعدة تكوين بتحبوها، لكن use a composition rule، حاول تركب الصورة بشكل معين. القاعدة الرابعة او الخطوة الرابعة، وكمان هاي عامة بالتصوير بشكل عام، ما لها علاقة بالتحت المي، بس تحت المي بدنا ننتبه لها اكثر. فوق المي ممكن انا اغير الزاوية زي ما انا بدي، تحت المي انا بنحكم بالزاوية اكثر. choose the background، يعني زي اي شيء ثاني بالتصوير، انا لما اصور شخص او ايش مكان والباك جراوند او الخلفيه تبعت هذا الشخص او الصوره مكركبه معجقه، راحت جماليه الصوره، هذا الشخص ما بطل بشكل كويس. يعني احنا دائما بنحاول نختار الباك جراوند اللي تتناسب مع الجسم، يعني اذا شخص لابس ملابس فاتحه بنحاول ممكن نصوره على خلفيه داكنه او العكس، مش قاعده بس بشكل عام احنا بنبسط الامور بشكل معين. هاي الصوره لما صورت اللاين فيش هاي الموجوده كمان كانت على سيفتي ستوب وعلى اضاءه جميل جدا، انا بعتبر حالي محظوظ بهاي الصوره. وكمان اذا بتلاحظوا هون انا الكاميرا نزلت ل المينيموم ليفل اللي ممكن تنزل فيه، فعليا الكاميرتي على مستوى الارض، على مستوى الرمل اللي موجود عندي هون. الباك جراوند فاضي نظيفه. لو في عندي شغلات طالعه من ورا السمكه هاي او امام السمكه ضيعت الصوره، الصوره جمالتها ببساطتها. حاول ناخذ ابسط صوره ممكن انه ناخذها. بعكس هاي الصورة، هاي الصورة لسمكة اللي هي الببغة، سمكة الببغة، من إذا بتشوفوا شكل المنقار اللي هو بيشبه منقار الببغة فبنسميها سمكة الببغة، وشكلها لطيف، لكن الببغة هاي هي بتتغذى إنه هي بتكسر الكرل المرجان أو الصخور. فبس عشان تعرفوا ان المنقار تبعها هاد لو عصبت عليكم وضيقتوها شو ممكن انه يعمل. يعني اعتقد اذا عضت اصبع شخص مش بحاجة لعضة تانية، هي عضة واحدة يعني، وكان عندي اصبع بعدين. بالمناسبة كمان بس ارجع لشغلة تانية، هاي اللي هي سمكة اللين فيش الاسد، في ناس بسموها جيجة البحر او اللين فيش، انا بعتقد اللين فيش هي الاحسن سمكة البحر. هاي سامة، هاي سامة غير قاتلة، يعني سامة لكن سميتها ممكن حدا يعيش من وراها. في اعتقد لا ما عندي، ما حطيتش صور كتير. في سمكة تانية اسمها ستون فيش، ستون فيش اللي هو سمكة الحجر، واسمها ستون فيش من مبدأ انه شكلها زي شكل الحجر. بعض المناطق بالأردن، يعني المناطق الناس الشعبيين بسموه ابو اللبن، انه زي نفس مبدا اللي ينفش الشعب هدول، الشعرات اللي من ظهره اذا حدا دعس عليه بتفرز ماده بتشبه اللبن، هي ماده سامه. اللي ينفش سام بس غير قاتل. الستون فيش اعتقد انه اللي بتعرض للدغه الستون فيش اذا خلال 10 دقائق او ربع ساعه ما كان بالمستشفى عم ياخذ مضاد السم وضعه انه يستمر بالحياه صعب. ف تحت البحر نسبه كبيره من الكائنات اللي بتعيش تحت البحر هي كائنات سامه، وسامه درجه سميتها عاليه. عشان هيك انا بنصح كل حدا بينزل تحت المي، حاول ما تمسك اي شيء، حتى لو مبين عليك، حتى لو مبين عليك شيء طبيعي، حاول ما تلمس اي شيء تحت البحر. اول شيء حتى نحافظ على البيئه البحريه، ثاني شيء حتى نحافظ على سلامتنا. اذا ما بتعرف انت شو عم تعمل ما تمسك. يعني في كثير كائنات تعتبر لطيفه جدا لكن هي فعليا سامه. نرجع لموضوعنا، لموضوع الباك جراوند. لاحظوا هاي السمكه، سمكة جميلة لكن الباك جراوند الموجود فيها مزعج مكركب.
فأثر على جمالية السمكة. لو ما كانت عندي هاي الصخور الموجودة ورا خلف على خلفية هاي السمكة، كان ممكن السمكة بلشت بشكل أو بينت بشكل أجمل. هاي صورة تانية، صورة بسيطة، في عندي سوفت كورال، كورال الناعم أو السوفت كورال، بعرف شو بترجم بالعربي، وفي عندي سمكة هون. ولاحظوا إنه في عندي الكونتراست أو التباين بين الأصفر والأزرق اللي موجود معاي بهاي الصورة، ألوان الصخور بشكل كويس. صورة بسيطة، مش صورة واو، ما رح تفوز بجائزة هاي الصورة، لكن صورة بسيطة ما فيها كركبة وتعطيني جمالية بشكل معين، بعكس الكركبة اللي موجودة معي بصورتي هون. شغلي كمان ملاحظة تانية لتصوير تحت المي، للمبتدئين تحت المي رح يكون انه عم بصور كتير، فإذا كان عندي سمكة أو أي كائن نحاول نصور هاي الصورة، نحاول انه ما نقطع اجزاء من السمكه، يعني الفنز، الزعانف تبعون السمكه، نحاول انه يكونوا كاملين، انه سمكتي تكون بشكل كامل. هاي الصوره بنايت دايف، صوره بالليل، غطسه ليليه، او مش عم بحاول اتذكر وين، اعتقد بالبحر الاحمر، مش عارف اتذكر المكان، وبلاحظ انه بنطلع السمكه بشكل كامل ومتوازن، حاول انه ما تقطعوا اجزاء من السمكه. انا لما بلشت اتعلم تصوير تحت المي ب 2010 او 2011، صديقي الانستراكتور اللي بلش يعلمني الموضوع اعطاني ملاحظه صغيره، قال لي بدك تعرف تشتغل بالتصوير تحت المي، اول شغله السمك ما بيحب يتصور. Fish don't like to take picture for him. So عادي انه السمك راح يهرب منك، فبدك تكون كثير هادي، كثير طويل بال، انك نزلت غطسه ساعه وطلعت بصورتين ثلاث، هذا كويس، مش بالكميه، احنا بدنا نوعيه الصور اللي بدنا اياها. عندنا هون صوره ثانيه لهي الليزرد فيش اعتقد مسميها، وهي موجوده على الكورال عم بتريح بهذا الشكل، و أخذناها زي ما هي من غير ما إنه نقتطع أي جزء فيها. نحاول إنه نهدى قبل ما ناخذ الصورة، يعني إنه نهدى شوي، مش أول ما نشوف سمكة تقطو، لا، نحاول نهدى شوي، نحاول نطلع بالفيو فاندر أو بالشاشة حسب الصورة اللي إحنا عم نصورها، وناخذ الشكل الصورة كاملة. الملاحظة السادسة أو النصيحة السادسة عشان ناخذ صورة، وهي ما لها علاقة بالتصوير تحت المي، لها علاقة بشكل عام، انه نضيف هيومن إليمنت، نضيف العنصر الإنساني. كثير أحيان وجود شخص بالصورة بيعطي معنى للصورة. يعني مثلا بالبتراء بجنوب الأردن، مرات لما بدنا نصور اي مبنى، كثير احيانا بحب يكون مثلا في شخص، جمل، خيل، اي شيء، لانه مثلا البتراء مباني ضخمه منحوته بالصخر، ما بعرف مين فيكم زار البتراء قبل هيك او لا، فاللي ما بيعرف البتراء، ما بيعرف هذا المكان وشاف البنايه لحالها، يمكن يحكي هذا طوله مترين، ثلاثه متر، ما بيعرف، لكن لما يشوف بني ادم صغير جدا امام هذا المبنى، فبتخيل جماليه او ضخامه المكان اللي احنا عم نحكي فيه. فالهيومن اليمنت او الوجود الانساني بيساعد على المكان. هذا الكهف موجود بشرم الشيخ، وانا كنت ضمن مجموعه، يعني انا بعد ما اشتريت المعدات تبعتي هاي، انا بعرف اصور، أنا بدرس تصوير بهذيك الفترة كنت، لكن بدي أصور تحت المي، لما ننزل تحت المي فترتنا محدودة، لأنه بناخذ معنا تنكي الهواء، وفترتنا بين ثلاث أرباع ساعة لساعة، صعب نضلنا أكثر من هيك. فإذا بدي أتعلم بالخطأ، بالصح والخطأ، إنه زبطت ما زبطت، يمكن تتاخذ مني كثير وقت طويل. في صديق بعرفه اللي هو الشخص الموجود عندنا هون، اللي هو الشخص اللي عرضت صورته من
من شوي لما حكيت عن الوايد انجل، هو اسمه ريكو، هو انستراكتور الماني. هذا الحكي كنا ب 2013. لهذيك الفترة كان له خبرة أكثر من 30 سنة بالتصوير تحت المي، وكان عم بنظم أندر ووتر فوتوغرافي وركشوب، دورة أو أسبوع كان دورة نتعلم أو لتعليم الناس اللي بغطسوا أوريدي، هي مش دورة غطس، أنت بدك تكون أوريدي غطاس، أوريدي عندك عدتك، أوريدي عندك كاميرتك، لكن بدك تتعلم كيف تصور تحت المي. فكانت هاي الدورة لمدة أسبوع بشرم الشيخ اللي كان عم بنظمها. فلما دخلنا هذا الكهف، وكانت هاي أول مرة إلي بدخل جوا كهف، وبصراحة كنت شوي مكركب لأنه كهف وسمعان قصص إنه ناس دخلت وضاعت وإشي ماذا. فدخلت كان موجود هون، وكان هو موجود هون كان عم بحاول ياخد صورة، فأنا عجبني كيف شكله موجود هون وعم بستعمل الإضاءة الموجودة عنده، الضوء كان ضاوي يعني زي هذا الإضاءة، لكن كانت شغالة عشان لأنه هون الإضاءة بتقل بدرجة كتير كبيرة، فاستعمل الإضاءة تبعته الموجودة عنده هون. عجبني كيف شكله من الداخل للخارج، وأخذت هاي الصورة. طبعا هون بدنا نكون شوي مرات سريعين، كيف بدنا نفكر، كيف بدنا نحسب الإضاءة، نقدر كمية الإضاءة، كيف ناخذ الإضاءة الخارجية وناخذ بهذا الشكل. فإضافة يعني هذا الكيف، عندي صور بدون وجود أشخاص موجودين فيه هون، ما إلها أي معنى أو قيمة مقارنة بهاي الصورة. هاي مرة تانية السيدر برايت شبريك، وكان صديق لي هون موجود، وبصراحة يعني هو كنا موجودين. فاللي بينزلوا تحت المي في حركات، طبعا في حركات علامات كم معك هواء، روح من هون، اطلع انزل، شو اللي عم بيصير. هاي معلومات، لكن لما تغطس مع شخص اكثر من مرة ولما تعرفه بصير في لغة تواصل بيناتكم. ف أشرت له أنه شغل الضوء تبعك وروح وتعال مرة ثانية وأنت عم تضوي، وأنا أخذت هاي الصورة. فالسفينة موجودة، لكن وجود شخص كمان بيعطي إضافة ثانية لهاي الصورة. هاي من داخل السفينة. ملاحظة ثانية، لو واحد بغطس تحت المي جديد، داخل السفن له تخصص خاص فيه، في ريك، ايش اسمه ريك سبيشاليتي، عشان نعرف كيف ندخل داخل السفن الغرقانة، لانه الموضوع شوي خطر لنا، حد ما بعرف فيه. فهاي داخل السفينة، لكن هاي صورة تانية لكمان صديق لي موجود، رتبت معه انه يدخل تقريبا نفس المكان، تقريبا نفس المكان لوجود شخص. يعني دائما وجود شخص بالصورة بيعطي بعد، بيعطي إمكانية، بيعطي إنه وصف المكان، الحجم اللي موجودين إحنا فيه بهذا الموضوع. بالنهاية هاي الصورة، هاي الصورة صورتها ب 2017. قصتها بسيطة جدا، يمكن أحكي لكم كيف إنه إحنا مرات بنغامر شوي عشان ناخذ هاي الصورة. هاي على الشبريك او السفينه الغرقانه الموجوده بالعقبه بمدينه. السفينه هاي بس احكي لكم قصتها، هي سفينه اغرقت، مش غرقانه من حرب او كذا، اغرقت بمنتصف الثمانينات حوالي 1985. هي سفينه شحن طولها تقريبا 82 او 83 متر. صار فيها حادث او حريق، وشركه التامين صار ما بدها اياها، بطل مش محرزه انها تتصلح، يعني صارت ذات غير ذات قيمة. فبطل حدا عارف، صارت موجودة بالبحر شهرين ثلاث، بطل حدا عارف شو بده يعمل فيها. بهذيك الفترة الملك عبد الله كان أمير بهذيك الفترة، هو غطاس جيد جدا. فحكى للسلطات إنه ما حدا بده السفينة، غرقوها، بتنزل بيطلع عليها مرجان، الناس بتصير تغطس عليها. وكان قرار جميل جدا، لأنه حاليا تحصلها تقريبا 40 سنة، كمية الشعب إذا تلاحظوا كيف الموجودين عليها كمية كتير كبيرة، وهي مش على عمق كتير كبير، هي عمقها بتراوح بين 12 ل 25 متر،
يعني حتى المبتدئين سهل انه يوصلوها ويشوفوها ويشوفوا الجماليات اللي فيها. هذا المكان من اكثر مواقع الغطس المعروفه بالعقبه، يعني كثير ناس لما يروحوا على العقبه على مركز الغطس ايش حابين تشوفوا؟ السيدر برايد. انا بالنسبه لي لان سكان الاردن وغاطس يمكن 50 مره على السفينه، انه بهذاك اليوم رايح على العقبه، سوقت سيارتي، عدتي بالسياره، رحت لمدينه العقبه، وصلت مركز الغطس اصدقائي، وين غطسين؟ على السيدر برايد. يعني نروح محل ثاني، يعني السيدر برايد غطسناها كثير، انه هيك الجروب اللي معنا، يلا صار لي شهرين مش غاطس، سيدر برايد سيدر برايد. فغطست مش السفينه نفسها، غطست المكان، غطست المكان حوالين المكان، وانا عم بطلع خلص وصلت حوالي 45 دقيقه، الهواء اللي معي بلش يقل، فمريت مع السفينه من مقدمه السفينه، شفت مجموعه الجلاس فيش هذول، وفي كانوا حوالي 5 أو 6 سمكات لين فيش موجودين، ولاحظت انه هاي السمك اللين فيش لما تتحرك الجلاس فيش اللي حواليها ببلش يتحرك يعمل اشكال غريبه. حاولت اخذ كم من صوره، بس انا خلص دخلت على مده الساعه، يعني الهواء اللي معي بلش يقل وصار لازم اني اطلع، اصلا الجروب اللي موجودين صاروا عم بيطلعوا، فما لازم اخر الجروب الموجودين. طلعنا على السفينه، كملنا الغطسه الثانيه بمكان ثاني. ثاني يوم الصبح الساعه 9 الصبح انا بالمركز، يلا على السيدر برايد. صديقي بيقول لي ما بتحب، قلت له انا نازل غاطس معك بدونك فيك بلاك، سولو دايف بدون، طبعا سولو دايف هذا مش شيء سهل، وما بنصح اي حدا يغطس لحاله الا اذا كان الموقع عارف المكان وعارف شو اللي عم بيصير. وصلنا المكان غطسنا، الجروب راح، طبعا انا مرتب انا والجروب حتى في سيفتي، انه احنا على تواصل بصري شايفين بعض، هم بمكان وانا بمكان. وصلت لهذا المكان اللي هو مكان الجلاس فيش واللاين فيش، ضليتني حوالي ساعة ضليت أصور بهذاك المكان لغاية ما إنه البطارية حكت لي ديد. صورت يمكن 300 أو 400 صورة، في منهم هاي اللقطة، في منهم لقطات تانيين، بعض اللقطات كانت كتير كويسة لغاية ما طلعت معي هاي الصورة. الحمد لله هاي الصورة فازت بجائزة أفضل صورة بالأردن سنة 2018 بهاي المسابقة. البروجيكتر ما عم بعرضها بشكل كتير كويس، ممكن بعدين نشوفها. لا، ما هو البروجيكتر الكواليتي تبعه مش كتير، حتى لو نزل يعني يمكن هيك بتشوفوها بشكل افضل، او ممكن نشوفها على شاشه الكمبيوتر كمان بتكون بشكل وتفاصيل اكثر. طيب الساعه 6:15 رح نعمل بريك صغيره للصلاه وناخذ كافيين نفرفش شوي، بنرجع اعتقد امتى؟ 6:30 بس نتجمع تقريبا، ان شاء الله بتكون كافيه. الجزء الثاني من المحاضره رح تكون عن المعدات بشكل عملي، كيف انا بجمع المعدات وكيف السيفتي ميجرز لازم اعملها عشان ما يصير عندي اي تهريب مي، وكيف بركب كل شيء مع بعض، وكيف شكل المعدات بتكون مع بعض. وشكرا لكم.
الو 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 سامعين؟ طب اهلا وسهلا فيكم بالقسم الثاني من الاندرووتر فوتوغرافي. بدي اطلب منكم نقترب شوي لانه راح نشتغل بشكل عملي على المعدات، فيمكن حتى تشوفوا احسن. لمن بعيد يمكن صعب انه نشوفه. كيف نزيد الإضاءة هون؟ حدا من الإخوان بيساعدنا يا ريت. هاي المعدات اللي انا بستعملها للتصوير تحت المي، طبعا الكاميرا بشكل اساسي، والكيس الحاضنه اللي بتحمل او بتحمي الكاميرا من المي. لانه لما نحكي انا بصور بكانون 5 دي بغض النظر مارك كم، هاي الكاميرا بوضعها الطبيعي كمان اكثر ما في. ممكن نطفي البروجيكتور؟ أم مش بحاجته هلا لانه عم اوكي. الكاميرا بالوضع الطبيعي هي ما انعملت لتقاوم المي، ممكن تتحمل طرطشه مي اذا انا كنت بمكان ومطرت شوي ممكن تتحمل شوي، بس مش انها تنزل تحت المي، لا الكاميرا ولا العدسه. عشان هيك في شركات متخصصه شغلتها تعمل هاي الاجسام اللي هي تحمي الكاميرا من المي. هلا لما نتنقل يفضل انه ما نكون مجمعين الكاميرا داخل الكيس وبنصور فيها، لانه هذا الحكي ممكن الفايبريشن الاهتزاز بالتنقل ممكن ياثر على الكاميرا ويعمل عندي بعض التشققات الصغيره. هلا بنحكي تشققات صغيره، لكن لما انزل فيها تحت المي
والضغط تحت المي كتير كبير. بدنا نفهم الضغط، الضغط موضوع الفيزياء بدنا نفهمه بشكل كتير منيح. جسمنا، الجسم البشري مكون من اغلبه من سوائل، فانا لما انزل تحت المي السوائل، ما هو هذا سائل، يعني في عندي دم داخل والمي من برا بيعادلوا بعض، ما عندي مشكله. المشاكل بتصير مثلا بالرئه، الرئه لانه هواء، فانا كل ما انزل تحت المي اكثر الضغط داخل الرئه بصير اعلى. كل 10 متر مي بتعادل ضغط جوي كامل، يعني اذا انا على عمق 10 متر تحت المي الضغط داخل الرئه بيكون 2 بار، 2 ضغط جوي. اذا كنت على 20 متر الضغط داخل الرئه بيكون 3 بار. عشان هيك احنا لما نكون بالغطسين ونطلع للاعلى، نطلع من المي، نطلع شوي شوي. هي معلومه ما لها علاقه بالتصوير، لكن لها علاقه مهمه بسلامتنا. فلازم ماكسيموم، يعني لما ناخذ دوره الغطس ان شاء الله، اللي الناس المهتمين ليدخلوا هذا العالم يعرفوا، لما بالدورة ماكسيموم أسرع إشي بنطلع 18 متر بالدقيقة، يعني تقريبا كل 3 ثواني متر، تقريبا كل 3 ثواني أنا بعدل ارتفاعي متر. طب نرجع للمعدات اللي إحنا موجودة معنا هون. أول إشي ببلش فيه هذا الجزء، المقبض اللي أنا بمسك الكاميرا فيه. طبعاً بعض الشركات أو بعض الكاميرات بتكون من جهة واحدة، مقبض بيكون من جهة واحدة أو من جهتين. الشركات البروفيشنال بتعمل مقبضين من جهتين، لأنه مرات الجهة اليمين أو الجهة الشمال مش بتحكم فيها. الكيس أو الجهة اللي تحمل الكاميرا هو مكون من 3 أجزاء. عندي الجزء الأول، هذا الجزء الثاني، والجزء الثالث اللي هو مخصص للعدسة. هاي المخصص للعدسة الماكرو، هذا المخصص للوايد أنجل لينز. طيب نيجي للجزء الأول. طبعا عندي هون وفي البرغيين لازم نجمعهم مع بعض. طبعا انا بفضل لو انه هدول الجزئين ما افصلهمش عن بعض، يعني في شيء خطر عليهم، لكن المساحة بتكون كتير اوفر، يعني بحاجة بوفر كتير سبيس ومساحة لما يكونوا مفصولين عن بعض. طبعا اوكي انا جمعت البرويين. طبعا بالتركيب الاجزاء بشكل عام في قاعدة دائما لازم نتعلمها، اول شيء بنجمع بعدين بنشد، يعني ما بحط اول برغي وبشده على الاخر، لا بنجمع كل البراغي اللي بدنا اياهم وبس اتاكد كل البراغي ركبوا، بعدين ممكن اشدهم. وبالشد كمان ما بيكون شد كتير كبير، شد بس انه البرغي ما يرجع يفلت مره ثانيه. اوكي هذا الجزء الاول. انتبهوا لهدول الحلقتين الربر الاورينجز، هدول هم سر المهنه كلها بالموضوع. صار عندي هذا الجزء بالكاميرا. الكاميرا ما بتركب هون، الكاميرا بتركب هون. السن هذا الموجود عندي هون بركب، هو نفس السن تبع الترايبود العادي، نفس الستاندرد. اوكي طبعا هي الكاميرا ركبت، صارت بهذا الشكل،
ما تنسوا ضروري جدا في هذا الكيبل المقبض الصغير هذا الموجود هون، هذا بركب مكان الفلاش، وصل محل ما بركب انا الفلاش تبع الكاميرا، وضروري لما اجي اركب اني اركبه صح، لانه التوصيل للإضاءة الخارجية مع الكاميرا بيكون عن طريق هذا الكيبل. وصارت معي وصارت مع كثير مصورين انه جمعنا الكاميرا هاي كلها، لكن هذا القابض او هذا الكيبل ما كان داخل، يمكن ميلي لورا عن مكانه الطبيعي. طبعا ما بيكون توصل بشكل صح، لما انزل تحت المي صور الإضاءة مش عم تشتغل لانه سلك مش راكب صح مكانه. فبدي اتاكد انه 100% ركبته، بشد بتاكد انه تمام. هلا بدي اجمع الجزئين مع بعض. طبعا هدول بلاستيك، معمولين من مواد بلاستيك مركب مش زجاج، بلاستيك ولكن سميك ومعمول يتحمل الضغط. لكن هاي الماده غير عازله للماء بوضعها الطبيعي، عشان هيك لازم استعمل هدول الحلقات المطاطيه اللي بسميهم الاورنج. اول شيء لازم اعمله دائما بيكون معي قطعه قماش قطنيه او شيء نظيف، او ممكن استعمل القطعه اللي مستعملها المسح فيها العدسات او تبعت النظارات، اي شيء كثير نظيف. بالعاده دائما التيشيرت انا ممكن اكون بستعمله انظف فيه. لازم اتاكد انه هذا الاورنج نظيف، يعني ذرات التراب الصغيره اذا كانت موجوده باجزاء الكيس او على الاورنج ممكن تحت الضغط بالمي تحت الضغط انها تعمل تهريب. فلازم اتاكد انه هذا نظيف، بتاكد بمسحه كثير منيح، وبتاكد انه محل ما راح يركب كمان نظيف. بستعمل ماده نسميها السيليكون جريس. سيليكون يعني بيشبه الماده زي الفيزلين او مرطب الايدين. هي ماده مرطبه، بحط قطره صغيره ما راح اقدر احط منها هلا عشان بس بدي يضلوا ناشفين اكمل الشغل بالمعدات. بحط قطره او قطرتين على هذا الاورنج، بتاكد انه بوزعهم بشكل متساوي عليهم، بس انه بهم يكون رطب مش مبلول، ما لازم اعبيه بالسيليكون، يكون بس رطب. بنحط الاورنج مكانه، بتاكد انه اخذ مكانه بشكل كامل، بفك العدسه لانه هيك ما رح تركب. وبتأكد انه القطعتين ركبوا مكانهم صح، مش مايلة، ما دفشت اشي، ما ضغطت على اشي، ما لازم يرشي يركب بالقوة او بالضغط، لازم كل شيء ياخذ مكانه بشكل صح. بتطلع على الاورنج هاد بحسه راكب تمام. في عندي المقبضين اللي على اليمين وعلى الشمال زي هذا، نفس هذا موجود عندي هون، نفس هذا المقبض على اليمين وعلى الشمال. بجمع هذا عشان الضغط يكون متساوي على الجهتين، باخذ الجهتين اليمين والشمال مع بعض، هذول التنتين الجهتين اللي على الجنب، بضغطهم التنتين، بعدين بضغط العلويه المقبض العلوي مره ثانيه. اذا جيت طلعت هون جينا شفنا الاورنج، لاحظ ان الاورنج مضغوط بشكل متساوي، شايف مبين من عندكم. اذا الاورنج مبين من جهه عريض ومن جهه رفيع في شيء غلط. يعني بالنظر هي اول مرحله انه نشيك انه موضوعنا راكب مظبوط. تمام حلو. هلا انا
كاميرتي ركبت بس ما في عدسه. ايش راح اصور؟ الاحتماليه اني اشوف شغلات صغيره، شريمز ونودلز وشغلات صغيره، بدي عدسه ماكرو، باخذ العدسه الماكرو. يعني المرحله الاولى ما لها علاقه شو العدسه الثانيه اللي راح اركبها. طبعا اللينس هود ما له شغل تحت، نشيله. هاي الحركه انك تشيلوا غطى العدسه عن الكاميرا صارت مع كثير ناس، انه بنزل تحت المي لساته الكب على العدسه. صارت مع كثير ناس، يمكن صارت معي والله مش متاكد، بس انه صارت بتذكر صارت مع كثير ناس. طيب طيب شيل العدسه، الغطا هون، اوكي ركبنا العدسه. طبعا لازم احمي العدسه كمان من المي، فعشان هيك باخذ اللينس بورت، الغطا تبع العدسه حسب العدسه اللي انا بدي اياها. ولما تروحوا تشتروا عدسات، يعني مثلا هذا اللينس بورت انا بدي اعرف انه لما بدي اركب عليه عدسه، ممكن طبعا شركه اللي انا بستعمل الكيس من شركه اسمها ايكي لايت، متخصصه بالاندر ووتر كيسنج وهي الشغلات والاضاءه تبعت تحت المي. اذا بدي اغير عدستي بدخل على موقع الشركه بشوف انه الشركه هاي عندها شيء بدعم العدسه الجديده او لا، ممكن العدسه تكون اكبر او غير متوافقه مع الغطاء الموجود عندي هون، او مش بس انها ممكن تكون اكبر، ممكن انه لما اجي اصور اذا كانت العدسه صغيره، اذا حطيت مثلا عدسه 28 ملم، عدسه 28 ملي داخل هذا الجسم، رح تركب فيزيكلي، رح تركب بدون اي مشاكل. لكن هاي الاجزاء السوداء رح تبين معي بالصوره تبعتي، فلازم نعرف اي غطاء عدسه بتوافق مع اي عدسه. وايد انجل اكيد لا، هون ما بيشتغل. المهم بدنا نركب هاي العدسه. عندي اورنج ثاني، نفس الاورنج اللي ركبناه اول لكن حجمه اصغر. برضه بتاكد انه نظيف، بتاكد مكان راح تركب العدسه هون نظيف، بتاكد مكان ما راح تركب الاورنج على العدسه كمان كثير نظيف، ما تستهينوا باي ذره غبار. بتاكد هذا نظيف، بحط عليه قطره او قطرتين من السيليكون، برطبه، بوزع، بتاكد انه ماخذ مكانه بشكل كثير كويس، بتاكد بضغط اول شيء بايدي، بتاكد انه ركب مكانه كثير مزبوط. عندي هون اربع مقابض، باخذ اي اثنين بعكس بعض بسكرهم مع بعض، بعدين باخذ وانا ايدي مكانها، ما رفعت ايدي عن مكانه، باخذ الاثنين الثانيين للجنب بسكرهم اثنين عن بعض. هيك كاميرتي 100% سيلد ومحميه من المي. طبعا راح اركب الاضاءه هلا، افرجيكم كيف الاضاءه بتركب. بس المرحله الثانيه، يعني الخطر، ما في خطر انه يدخل مي على الاضاءه، الاضاءه هي مسكره ما عليها خطر، الخطر يدخل مي هون. فبجمع هذا الجزء، مرات بكون قريب من البحر لما اجمع هذا الجزء، مرات بكون بمركز الغطس. مراكز الغطس كلها بيكون في جزء من بركه مي معمولة عشان انه نغسل فيها المعدات تبعتنا من الملح. عدة الغطس تبعتي لما اطلع بدي اغسلها من الملح، فبيكون في بركة مي. فانا بهمني افحص هاي العدة او الاكويبمنت تبعتي من انه ما بتدخل مي. كيف بعمل؟ اذا كنت بالبحر مثلا بدخل بالمي لعند ركبتي، او اذا كنت بمركز الغطس، نفض هاي بركه المي هون، بدخل الكاميرا شوي شوي بالمي، وبخلي العدسه الجزء تبع العدسه هو اللي لتحت. طبعا اول ما ندخل الكاميرا بالمي رح يطلع شويه بابلز، رح شويه فخاخيع، خصوصا من هاي الاجزاء محل ما بركب الاضاءه، لان هون فراغات كثير كبيره. رح يطلع شويه بابلز، بعدين رح تتوقف هاي الفقاعات. بتطلع بخلي الهون كاميرا حوالي 10 ثواني 20 ثانية. بهمني انه من محل الكبسات
اللي موجودة عندي هون أو محل الحلقات الأورينجز اللي أنا ركبتهم ما بطلع فقاعات. هذا المهم. بظلني 10-20 ثانية بتأكد إنه ما فيش هاي المشكلة بالموضوع، وبخلي العدسة اللي تحت عشان لو كان في تهريب مي، المي تدخل لعند العدسة في شوية فراغ، فمعي مجال إني أطلع الكاميرا من غير ما إنه تدخل مي على الكاميرا نفسها. طيب خلصنا الغطس الأولى، طلعنا رحنا لموقع ثاني. هذا الموقع فيه شغلات كبيرة، بطل بدي الماكرو لينز، صار بدي الوايد أنجل. بسيطة. بفك اللينز بورت الموجود عندي هون، وهاي الحلقة هون، المقبض الصغير الموجود عندي هون، عشان الريليس اللينس ريليس، عشان افك العدسة نفسها، لانه لما بنفك العدسة في مكان بكبس عليه وبحرك العدسة. هلا هون صعب احط اصبعي، هاي بكبس هاي الكبسة هون، فكينا العدسة، بغطيها وبنحطها بمكان بعيد عن الحركة تبعتنا. خلصنا من الماك، جينا للوايد انجل. هلا الوايد انجل في ناس بتغطس بتصور بفيش اي، اللي هي الفول فريم فيش اي او السيركولر فيش اي، 8 او 15 الفيش اي. هذا الزوم انا عندي هون عدسه اللي هي من 16-35، وهذا الزوم فيري بوبولر، منتشر مع كثير مصورين، يعني كثير مصورين عندهم عدسه تشبه هاي العدسه بغض النظر 2.8 او 4، بس العدسة كقياس موجود. هلا انا ممكن اركبها واحطها على 16 او ال 35 على اي قياس بدي اياه، واصور تحت المي. بس في عندي اوبشن ثاني، طب اذا انا بقدر اتحكم بالزوم، انه مرات بدي 16 او 35، هذا اوبشن كثير جميل، هذا اوبشن كثير حلو انه اتحكم بالزوم. عشان نتحكم بالزوم فك هاي العدسة، في عندي هدول الحلقات هون موجودين، بركب الزنبرك او القطعة هاي البلاستيكية اللي اجت مع الكيس على مكان الزوم. لاحظوا هيها مكان على الزوم. في قطعة تانية مثل المسنن، هاي بركبها هون. لاحظوا انه تتحكم بالزومينج. هلا الكيس نفسه هون، اذا لاحظوا هذا في مسنن هون موجود، هيو انا بحركه بايدي، مسنن على الطرف هون، شفتوه؟ هذا المسنن على الطرف هون، هذا المسنن اللي موجود داخل الكيس بيشبك مع هذا المسنن اللي حطيناه حوالين العدسة. فهيك أنا وأنا تحت المي بقدر إني أعمل زومينج من 16-35، هذا الرينج مرات كثير مهم بيكون بالموضوع. هذا الغطاء أو اللينس بورت تبع الوايد أنجل، وطبعا ممكن يكون أصغر من هيك، أنا بستعمل الـ 8 إنش جلاس، في ناس ممكن يكون 4 إنش، بس الـ 8 إنش تعطيني مجال للصورة بشكل أحسن. وممكن تتعامل مع أكثر من عدسة، هاي الدوم أو هاي القبة، طبعا بسميها دوم لأنه شكلها مثل الدوم. نفس الشيء لما أركبها أتأكد إنه أخذت مكانها مظبوط، بعدين كل جهتين قبال بعض عكس بعض بسكر التنتين هدول
مع بعض. ونفس الشيء لما اعمل التست بحطها تحت المي، بستنى الببلز يطلعوا من هاي المواقع هون، الفقاعات اللي من عند الدرعان هدول، وبتاكد انه كل شيء يكون 100%. حطيتها كويس. الربر لازم نكون حطيناه هناك، الاورنج كان لازم حطيناها على الكيس، انا مع الشرح راحت من بالي، عشان هيك بنعمل تيست. ولما تعمل التيست على طول بتشوف الفرق. شكرا. انه لما الاورنج ضروريه، ما فيش مزح بالاورنج، بدون اورنج ما اكيد في تهريب مي. نيجي للاضاءه. اوكي. الاضاءه بتنشبك مع المقبض هذا الموجود عندي هون. هذول انا موصلهم. اوكي تمام. طبعا لما نكون خارج المي صعب يثبتوا بمكانهم لانهم وزنهم كبير، تحت المي بصير وزنهم منطقي، فيعني ما في داعي نشد هذول المقابض اكثر من اللازم. نعم. لا، هدول برا المي وزنهم حوالي 7 كيلو او 8 كيلو، تحت المي بيكون وزنهم اقل من كيلو لانه المي بترفع اكثر. عشان اخفف الوزن انا كمان جبت الدرعان، هاي الدرعان اللي انا بستعملها، هاي درعان مفطية من جوا، مخففة من جوا، فانا لانه حتى كيلو لما اظلني ماسكهم بايدي تحت المي متعبه، فعشان هيك انا جبت هدول الدرعان، عندي واحدة اثنتين ثلاث، هدول بيعطوني طفويه او دفش او تخفيف من الوزن للاعلى، فبصير الوزن عندي تقريبا نيوترال، يعني كانهم بوزن المي، غير متعبين للفتره الطويله. خليني اجمع هذا الضوء الثاني هون. طبعا مره ثانيه برا المي، يعني لما احملهم ما راح يثبتوا مكانهم، فبرا المي احنا بنثبتهم كيف مكان بس نعرف نوصل المي، داخل المي بصير وزنهم خفيف، ما في داعي اضغط، يعني بخفف الحلقه هاي شوي، بحرك الضوء لاي بوزيشن انا بدي اياه، لاي موقع بدي اياه، وبضل ما في داعي يكونوا مشدودين اكثر من اللازم. انا جمعت الاضاءه مع الجسم، لكن الإضاءة هاي مش وايرلس، يعني لازم تنشبك بشكل فيزيكال، يعني لازم يكون في كيبل يوصلها مع الكاميرا. متذكرين الكيبل اللي أنا حكيت لكم حطوه مكان الفلاش؟ هذا الكيبل خلينا نلفها هيك عشان تصير أوضح. هذا الكيبل مخرجه من هون. نعم؟ لا لا لا، فايبر اوبتيك، هاي الكاميرات الصغيرة. الأخ سأل إنه رح تتوصل فايبر اوبتيك، لا، الفايبر اوبتيك للكاميرات الصغيرة ومش عملي، ما بحب أستعمله، لا هذا كيبل. طبعًا في ناس، في غواصين بتحب تصور بمصدر إضاءة واحد، في ناس بتحب تصور بمصدرين إضاءة. إذا كان الشخص بيحب يصور مصدر إضاءة واحد بيستعمل هذا الكيبل، هذا سنجل كيبل، بوصله بالكاميرا ومع واحد من الإضاءة اليمين أو الشمال اللي أنا بدي إياه، فأنا فيش داعي أكون مركب الثاني بالموضوع. في حالة أنا بدي أصور بمصدرين إضاءة بستعمل الكيبل الثنائي التوين كيبل هذا.
طبعا كل شيء له معمول بشكل انه يكون عازل للمي. اذا نطلع هون بنلاحظ انه في عندي اورينج، وشكل الكابل شيء مميز خاص بالشركه او بالكابل بالاضاءه اللي انا عم بستعملها. فبركب الجهه هاي مكانها، انه هون له جهه معينه، لانه اذا بحطه بجهه ثانيه ممكن انه ينكسر، فلازم نكون شوي حذرين. وهاي الحلقة اللي أنا عم بشد فيها ضروري إنها تنشد على الآخر باليد، ما في داعي أستعمل أي تولز، مفتاح أو زرادية أو أي شيء، ما في داعي باليد، هي معمولة مصممة للإيد، لكن أنا بإيدي أتأكد إنها وصلت للآخر. عندي هون مخرجين، لاحظ عندي مخرجين نفس الشكل اللي شفتوه من اول، وهدول بركبوا على واحد على الضوء اليمين مرة ثانية، بنحط الكابل مكانه وبنشد الأولى. جايب الشد، هذا شوف بتضل فشوي ايوه، بس من هاي الجهه، من هاي الجهه ايوه تمام خلص. اوكي ممتاز، تمام. هيك جمعنا الإضاءة مع الكاميرا. طبعا خفف هون، بتحركوا بأكثر من جزء، ممكن أنا أستعمل الإضاءة تكون من الجنب من الأعلى، حسب أنا من وين بدي تكون الإضاءة تكون موجودة. هون بشغل الإضاءة، حطها هون، لاحظ صوت الفلاش زي ما احنا متعودين نستعمل، ضو الضوء اللي بالنص عندي هون معناته انا اون ريدي بهذا الموضوع. شغل الثاني، وكمان عندي الاوبشن، هذا الحكي مش موجود بكل الاضاءه، لكن عندي الخيار اني ممكن انا اخليه شغال مع البلت ان لايت اللي موجود فيه، مع الضوء الداخلي. يعني مرات انا ممكن اكون داخل كيب او داخل سفينه وما عندي اضاءه، فممكن انه يكون شغال ستروب، شغال فلاش، وبنفس الوقت معطيني اضاءه كونتينوس. وهاي هي هون، خلينا نشدهم شوي، نعكس الإضاءة. طبعا بس أخلص، بس أجمع كل إشي، بفضل إنه أتأكد إنه أخذ مثلا صورة. طبعا اكتشفنا إنه الكاميرا مش شغالة، في لسه محطوط لها. أوكي هيك الكاميرا. طبعا كل إشي بالكاميرا متعودين تستعملوه موجود له كبسة خارجية. يعني هون انا بحرك الاكسبوجر مود اذا بدي مانيوال اي بي تي في، معظم الاحيان بنستعمل مانيوال تحت المي، بدي اغير الاوتوفوكس للدرايف،
هدول الكبسات موجودين هون، نفس الكبسات الموجودين ورا، الكبسات اللي موجودين ورا للبلاي او اي شيء ثاني. وهي هي كبسه التصوير اللي هون، لاحظتوا انه الصوره شغاله، الكاميرا موجوده وشغاله وكل شيء موجود. ف تقريبا هذا باختصار عن المعدات اللي انا بستعملها تحت المي. طبعا اللي بحب، المبتدئين بحب يصور بالبدايه، ممكن يبلش يصور بكاميرا مثل جو برو او الكاميرات الباور شوت الصغار زي الجي 12 او الجي سيريز اللي استعملناهم. لكن اللي بده يتطور توصل مرحله هذيك الكاميرات لها الليمت تبعها، بدنا نتطور اكثر من هيك. الاس ال ارز بغض النظر فول فريم كروب فريم هم اللي بيعطونا النتيجه النهائيه. تحت المي الكاميرا، موديل الكاميرا نفسها مش كثير مهم. يعني انا بصور ب 5 دي مارك 2، لو جبت 5 دي مارك 4 بنفس الكيس وشبكتها مع نفس الاضاءه مع نفس العدسه، النتيجه ما راح تكون كثير احسن، راح تكون شوي احسن بس مش كثير احسن. تحت المي الكواليتي بيجي من عده امور، اهمها الاضاءه. اذا عندي اضاءه كويسه تحت المي معناته انا عندي صوره كويسه. العدسه، اذا انا عندي عدسه كويسه عندي صوره كويسه. وطبعا الاهم بكل انواع التصوير وين ما كنا كيف ما كنا، الاهم هو المصور. يعني اهم جزء بالاله التصوير كلها هو الجزء اللي بخلف اله التصوير. انا كيف انا بتحكم بمعدات التصوير تبعتي هي اللي بتحدد النتيجه النهائيه للصوره تبعتي. ف نترك مجال للاسئله، اذا اي حدا بحب انه يسال اي شيء من الجزء الاول او الجزء الثاني انا ان شاء الله انه بقدر اني اجاوبكم على اسئلتكم. بس الاسئله بدها تكون على الميكروفون عشان الترجمه. الاخ شكرا للمحاضره. في صور بدها شاتر سبيد طويل. تفضل. صور اوقات بدها شاتر سبيد طويل. يس. يوجوالي وي بوت ات اون ا ترايبود. كيف بتستعمل الصور تحت؟ كيف بتثبت الكاميرا شاتر سبيد طويل؟ ممكن ناخذ ترايبود تحت المي، يعني انا بعرف مصورين، انا ما عملتها. بعرف مصورين ممكن ياخذوا كاميرا ترايبود تحت المي ويخلي الكاميرا الكاميرا لفتره طويله، يعني نفس الطريقه اللي انت بتثبت فيها الكاميرا فوق المي نفس الكاميرا بتثبت فيها تحت المي، بس بدك تنتبه اكثر لها. انا ما عملتها، لكن بعرف مصورين ممكن يثبتوا الكاميرا بترايبود او المقابض. يعني بعض الاحيان انا بستعمل زي مقبض، اذا كان عندك صخره او شبرك السفينه غرقانه ممكن تجيب مقبض تشده عليها وتثبت الكاميرا فيها اذا لزمك شتر سبيد طويل. لكن تحت المي هذا التكنيك قليل ما يستعمل، بس ممكن. شكرا. العفو. اوكي. حابب اسال عن بالنسبه في سبراي ينبخ على العدسه على اساس ما تجمع قطرات مي، اذا حابب الواحد يصور نص تحت المي ونص فوق المي بالبورد تبع الوايت انجل. في شيء بخاخ معين ما يجمع قطرات المي بالنسبه للعدسه؟ في بعض المواد اللي بتحطها، لكن تجميع قطرات المي هو بيعتمد اعتقد على نوعيه المواد. يعني انا هون مثلا هذا الدوم زجاجي، الزجاج ما بيجمع. يعني اذا حطينا له شامبو ولا شيء؟ الشامبو احنا بنستعمل، يمكن بعض الاحيان بتشوف اذا الماسك نفس لما تصور يعني، بس لا اشرح لك الفكره اللي يعني لما انزل انا بالماسك مرات الاحيان بنحط الشامبو او مواد تنظيف وبنغسل الشامبو من الداخل مش من برا. من الداخل هذا السبب هو عشان الضباب، انه ما يصير يضبب على يعمل الفورس هذا على الماسك من داخل. من برا بس بنغسل بالمي نفسه زي ما هو. لكن ان قطرات المي بتتجمع على القطره من برا او لا، هو بيعتمد على النوعيه اللي مصنوع منها اللينس بورت.
بعض النوعيات البلاستيك ممكن تجمع، الزجاج ما 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 بيجمع بالمره. طيب استاذي طريقه ال بالنسبه للسيفتي تبع الكاميرا الترمبي اللي هي تبع ضغط الهواء يعني في ما حكينا عنه ان شاء الله. لا شوف البامب اوبشن مش موجود بكل الكيسز، في بعض الكيسز بس تجمعها بيكون مثل زي بامب هواء بتنفخها وبتفضيها، ممكن تشتغل على الجهتين من مبدا انها تتاكد اذا ما هربت هواء اكيد ما بتهرب مي. هذا الكيس مش موجود عندي، بعض اصدقائي موجود عنده. في ناس بيضغطها بيضغط الكيس تبعه بالهواء فبيكون متاكد من قبل ما ينزل على المي، بيكون عارف انه حتهرب او ما حتهرب. انا هذا الاوبشن مش موجود عندي، فبفضل انه بس ادخل بالمي بعمق بسيط، بترك الكيس لثواني وبشوف اذا ما في فقاعات او لا. طبعا ليش على عمق بسيط مش عمق كبير؟ لانه اي خطر ممكن يصير معكم بيصير على الشلو ووتر، على العمق البسيط، لانه كل ما نزلنا بعمق اكثر ضغط المي رح يجمع هاي المعدات ببعض اكثر، فاذا في تهريب رح يصير على العمق البسيط، على العمق الكبير انت بامان. سؤال اخر سؤال. الواحد بيساوي البالانس على الوزن تبعه. يس. والكاميرا إلى وزن خاص. اكيد. فكيف الطريقه؟ هل انا بساوي البالانس على وزني ولا مع وزن الكاميرا ولا يعني انا مثلا الكاميرا على طول؟ يعني شوف اعتبر انه انت زدت او قليت كيلو مثلا. هاي الكيس الباكج هذا كامل تحت المي وزنه تقريبا كيلو. فاذا انا بنزل في العاده بخمسه او سته كيلو ممكن اني اشيل كيلو منهم، انه مثلا بدل ما انزل بخمسه انزل باربعه لاني بعرف انه معي كيلو زياده، او مرات لا بخليهم نفسها وبالبي سي دي تبعتي. طبعا هاي لها علاقه بمعدات الغطس، البي سي دي زي فيست زي قميص بنلبسه وبكون في له زي جيب هوائيه بننفخ او بنفض فيها هواء حتى نتحكم بوزننا تحت المي. فاذا انا كان عندي وزن زياده مجرد بس بنفخ شوي فيها شويه هواء، طبعا النفخ بيكون عن طريق فالف موجود جوا البي سي دي اللي نزلوا تحت المي او الغطس وبيعرفوا، المبتدئين يمكن جديد عليهم هذا الحكي، بنفخ شويه هواء فيها وخلص بتوازن وكل شيء تمام. تمام. يس تفضل. بخصوص موضوع اللون الازرق اللي تحت المي، في فلاتر بتحط عشان تعادل اللون ده؟ يس yes. طيب والوايت بالانس حكم فيه ازاي؟ انا كاني جبت بعرفش I'm not sure if I forget or not. Some people doesn't like to use light or they don't have light actually. So we can they can use filters, colorful filters. It could be yellow, orange or red. It depends how depth حسب العمق اللي انتم بتنزلوا فيه. شوف هون. لا اعتقد اني حطيتهم على جنب بس شكله لا انسيتهم. ممكن عشان نعدل الالوان الازرق تبع تحت المي ممكن نستعمل فلاتر، في العاده بتكون بالاحمر او درجات اللون الاحمر حسب العمق اللي انتم بتنزلوا له. طبعا الفلتر الاحمر بيعدل الزراق تبع الصور وبيعطينا الوان افضل، مش زي لما يكون عندي اضاءه طبعا، بس بتحل المشكله لجزء معين بالموضوع. موضوع الوايت بالانس تحت المي هو موضوع شوي بدك تضلك تنتبه له. احسن طريقه وابسط طريقه واسرع طريقه بقدر اعطيك اياها انك تصور رو، اذا كاميرتك بامكانها تصور رو تحت المي صور رو، حتى ان بالبوست بروسيسنج بعد هيك يكون معك مجال تتحكم انك بالوايت بالانس باكبر قدر ممكن. طبعا صعب احط كل شيء بالمحاضره لانه يتصف بدنا فتره كثير طويله. ابسط طريقه هي الرو. يس. بالنسبه لموضوع الارمز ايش هو؟ الادراعات نفسها بتعملهم حرف ام ولا سوري بخصوص موضوع الدراعات الارمز هذول يس بتستخدم اللي هو الام شيب ولا بتستخدم تخليهم ستريت؟ There is no shape, there is no exact shape. It depends on No. The balance on the water, this is like when you go under, لما تنزل تحت المي
ما عندك مشكله بالبالانس لانه وزنهم رح يصير خفيف. اللي بحكمني بشكلهم كيف احطهم الجسم امامي. يعني اذا انا مثلا بدي اصورك وفيش اي شيء امامنا او حوالينا بحطهم بالشكل اللي بدي اياه، بدي اضاءه من اليمين من فوق من تحت زي ما انا بدي. لكن كثير احيان انا بنحكم انه الجسم اللي انا عم بصوره في صخره على شمالي، او مرات انه بضطر انه اعدل الارمز الدرعان هذول بشكل معين اللي يوصل الضوء للجسم اللي انا بدي اياه، فما لهم شكل معين. لو واحد قصير واحد طويل ده مش بيعمل، لا ما بيأثر لانه انا بستعملهم. انا في العاده اللي بحب استعمل، يعني لنفرض انه بدي اعمل شيب واتركه لك على طول بغض النظر شو كيف جسم اللي انا عم بصوره، بحب اعمل زي ما انا بشتغل بالاستوديو، بترك اليمين بستعمل هذا اليمين مثلا جهه هيك تكون حتى لايت، والثاني من فوق شوي من هون اعمل فيل ان يفتح فيل ان اللي هو يفتح الشيد شوي. هذا التكنيك الابسط اللي انا بستعمله بالاستوديو، واحد من طرف واحد لايت وواحد ثاني فيل ان، بكون عندي شادوز خفيف لطيفين. طبعا هذا اذا فيش عوائق امامي. مرات انه الجهه اليمين مسكره بضطر احطهم من الشمال، مرات بضطر احطهم من الاعلى او من تحت. الجسم امامي هو اللي بيحكمني كيف احط الضوء. سوري الاثنين اللي موجودين دول ستروبس، مفيش فيهم فيديو؟ فيديو نفس الشيء، الاثنين نفس الشيء. مفيش ما تيجي تصور فيديو، عايز تصور فيديو كواليتي عالي، الكواليتي من الكاميرا ما له علاقه بال، لا بنتكلم على الاضاءه، يعني يكون ما يكونش فيه نويز، ما يكونش فيه جرين، او لا هو يعني هو هو هدول مش اضاءه فيديو. لكن اذا جسم صغير بيعطيني اضاءه كافيه. اذا بدي اصور فيديو زي الدوكيومنتريز اللي بتشوفها بالتلفزيون، أي. لا بيكون اذا بتشوف لو بيعملوا بيهايند ذا سين كيف التصوير بيكون، بيكون ماسك الشخص كاميرا التلفزيون او هاي الكاميرا، ومصادر اضاءه ضخمه بتكون موجوده معاه، انه وبطاريات كبيره بتكون موجوده معهم اكبر من هذول. هذا الضوء من مبدا انك بس تشوف امامك، يعني يعطيك ضوء انك تكون ما تكون عتمة أمامك، تكون شايف شو اللي عم بيصير. شكراً. Yes sir. Is there any limit for the temperature? Sorry? Is there any limit to consider for the camera? Temperature limit. Temperature. Temperature for the camera. This actually the temperature limit will be for me more than the camera. No, this camera in normal condition it can work from 0 to 40 degrees. Under the water, over the water is no problem. The temperature limit will be for me. Actually, I was planning to bring some dive equipment with me, but it will be too much to carry with me. When we go for diving, we put something, we call it wetsuit. The wetsuit or diving suit, actually it's not related to, خلينا نحكي بالعربي صرفا and the translate. لما نروح نغطس احنا بنستعمل الwetsuit اللي هي البدلة تبعت الغطس. والويت سوت ما لها علاقة بالغطس بحد ذاته، هي بس مجرد للحفاظ على حرارتنا. لما نغطس بالمياه الباردة في شيء بسموه دراي سوت، بدلة جافة بتكون مسكرة من جميع الأجزاء وما بتدخل مي للجسم. فالليميتيشن للكاميرا ما عندي مشكلة، يعني الحرارة الليميتيشن للحرارة رح تكون إلي أكثر من الكاميرا، الكاميرا معها مجال كثير كبير يشتغل فيه. بليز جيف ذاتك، هي بقى ورق. بغيت أسأل، في بعض الكاميرات فيهم شيء يسمونه دايف مود. دايف مود، يس، الكاميرات الصغيرة. هل شيء يأثر في الليت أو بالفلاشات؟ لا، الدايف مود بالكاميرات إذا حدا اشترى كاميرا صغيرة زي الجي سيريز من كانون او من شركات ثانيين، لما ندخل على الاوتو مود البرامج المعده مسبقا راح تلاحظوا شيء شكل سمكه اللي هو الدايف مود. الدايف مود هو نوع من تعديل الوايت بالانس اللي هو بيعدل لك الاضاءه عشان اللون الازرق اللي موجود بالصور بتخففه. طبعا هو على فكره بيعطيك صور ممتازه لغايه 10 12
حسب الفيزيبيليتي ممكن لغايه 15 متر اذا الفيزيبيليتي منيحه المي نظيفه ممكن تاخذ منه نتيجه كثير منيحه. اكثر من هيك بدك اضاءه. اي سؤال ثاني؟ يس بليز. For that diving case, yes, because there's water pressure and the current of the water, mm-hmm. temperature, yes. So these factors might affect the camera by any chance that there might be a possible moist or leak. Is there anything that warns you that there is about a leak that is going to happen? Yeah, there is alarm case. Inside the camera if there is a leak. You can do it, but the best way. I'll try it again. Speaking Arabic, I just bugged it. في سنسر في حساس داخل الكاميرا داخل هذا الكيس بفرجيك إذا بلش في تهريب مي بعطي تحذير بعطيني إلي تحذير. معظم البروفيشنال كيسز زي هذول فيهم هذا السنسر اللي موجود. الملاحظه ما تعتمدوا على هذا السنسر، يعتمدوا انه تجمع المعدات تبعتك كامله بشكل صح، اتاكد انه كل شيء راكب مكانه صح، اعمل التست وبعد هيك بتغطس وانت مرتاح. الملاحظه اللي انا تعلمتها من بعض الاصدقاء وبحكيها لكل واحد، كل مرة بدك تغطس تحت المي اعمل التست انه تأكد انه الكاميرا مش عم بتهرب، لانه كثير احيان مصورين بيطلع من المي بغير بطارية بغير الميموري كارد بجمعها، اوكي خلص كل شيء منيح انا بعرفه، بنط بالمي مرة ثانية في تهريب. المشكلة وين بتصير؟ اذا انا موجود، انا حكيت لكم فكرة الضغط بالهواء تحت المي. الكاميرات الصغيره، اذا واحد فيكم اشترى الكاميرا الجي سيريز هذول وغطس فيها، هذول الكاميرات اذا بتتركها تحت المي بتكون بوزيتيف بويانسي، يعني بتطلع لفوق. هاي الكاميرا اذا بتتركها تحت المي هذه نيجاتيف، رح تنزل لتحت. ليش؟ هاي الكاميرا معموله لبروفيشنال دايفر، هذيك الكاميرا معموله لغطاس هاوي، واحد جديد بالغطس، فلو تركها بتطلع لفوق بعدين بدور عليها مرة ثانية. هاي الكاميرا لو تركتها رح تنزل لتحت. ليش؟ لأنه أنا أأمن على جسمي البشري إني أنزل بسرعة من إني أطلع بسرعة. يعني لو هاي الكاميرا فلتها رح تنزل شوي شوي هيك تنزل. أنا ممكن أنزل بسرعة أخذها وأطلع، وهذا الحكي أأمن على جسمي من إنه لو تركتها وطلعت إني أطلع بسرعة أخذها. الضغط داخل الرئة هو المشكلة. طبعاً في الفقاعات النيتروجين داخل الجسم والعضلات، ما رح ندخل بهاي التفاصيل كلها، خلينا نحكي بس نبسط الموضوع داخل الرئة. إذا أنا كنت على 20 متر، أنا الضغط داخل رئتي لما أخذ النفس من الريجوليتر أنا بتنفس بشكل طبيعي ما عندي أي مشكلة، والهواء اللي موجود معاي على ظهري هذا مش أكسجين، هذا هواء زي الهواء اللي عم بتنفسه هلأ، لكن محطوط ومضغوط داخل أسطوانة كبيرة. لما أكون على 20 متر الضغط داخل رئتي بيكون 3 ضغط جوي. إذا أنا طلعت بشكل سريع ل 10 متر الضغط داخل رئتي رح يضل ضغط 3 ضغط جوي، لكن الضغط اللي حوالي بيكون ضغط قليل. فإذا أنا عم بطلع بسرعة الضغط داخل الرئة رح يكون كتير كبير، الرئة مثل البالون رح يصير تتوسع أكثر من اللازم، وهذا الحكي ممكن يؤدي إلى انفجار الرئة. طبعاً وهاي حادثة أنا ما بفضل تصير مع أي شخص فيكم. عشان هيك تغطس بسرعة ما عندك مشكلة، تطلع بسرعة لا عندنا مشكلة. مرات إحنا بنكون غطسنا على 20 متر خلال ثواني، إذا كنا عارفين بعض وعارفين اللوكيشن خلال ثواني بنكون على 20 متر، بس عشان نطلع من 20 متر لفوق ممكن ياخذنا هذا الحكي 10 دقائق او ربع ساعه، مش لاننا مش عارفين نطلع بسرعه، لانه السيفتي بحكي لنا اطلعوا شوي شوي. فهاي ملاحظه كمان لازم تخلوها دائما معكم بالموضوع. اي سؤال؟ يس بليز.
بما اني بما اني غصت اكثر من دولة المالديف وسنتوريني وستيشن لقيت صعوبة في الستيشن يعني في السنتوريني اكثر من الدول جزر الماي يعني الواضح كلير اوكي فوين تنصحني اني اغوص واقدر اصور فيها بما اني ما قدرت اصور داخل ايش المشكلة كانت في السيشل في السيشل والمالديف أو شو المشكلة اللي واجهتك عفوا كان واضح يعني كنت أقدر أشوف يعني أوكي أما في سنتوريني كان أبدا يعني أنا ما أقدر أشوف حتى فيزيبيليتي تعيسة أي أوكي فوين أقدر أماكن ثانية إني أصور فيها يعني شوفي أقرب وأفضل محل ومعروف على مستوى العالم للغطس هو البحر الأحمر يعني البحر الأحمر في عدة مواقع يعني أنا غطست بعدة مواقع من بالأردن أو بمصر وسمعت عن كثير مواقع جميلة بالسعودية بس أنا ما رحتها لسه ما صح لي إني أروح سمعت عن مواقع بعمان كمان جميلة للغطس لكن ما رحتها لكن البحر الأحمر حرارته مناسبة يعني حتى بشهر 12 و1 الفترة اللي احنا فيها المي ما بتنزل على 22 درجة الحرارة فيها الفيزيبيليتي كويسه يعني حتى لما الفيزيبيليتي تكون صعبه بالبحر الاحمر بتكون اكثر من 10 متر هاي بتكون بادنى مستوياتها خلينا نحكي لا 10 متر الفيزيبيليتي لما نحكي فيزيبيليتي 10 متر معناته المدى اللي بتقدر تشوفيه 10 متر هاي باتعس الحالات طبعا نحكي 15 20 متر عادي بالبحر الاحمر بيكون والبحر الاحمر مليان كله كورال يعني كثير في كورال وسمك وفي وشيبريكس ومنتشر منطقه الشرم مخدومه بشكل كثير ممتاز لموضوع الغطس اي اسئله ثانيه ما حكينا عن سبوت لايت تصوير سبوت لايت لا سبوت لايت هو نوع تصوير بغض النظر يعني قصدي سبوت لايت ناخذ معنا بكفي اللايت واحد صح السبوت لايت بكفيك اذا بتصور ماكرو لايت واحد لايت واحد انا كثير احيانا بنزل باضاءه واحده كثير احيانا بنزل بواحده من بالماكرو كثير احيانا بنزل بستروب واحد اخف واصغر واسرع وكل شيء في شغله العدسه اللي هي السوبر ماكرو حدا جرب كان يصور انا بعرف اصدقاء لي بس هم بالفار ايست اكثر تايلاند وهذيك المناطق بيصوروا يعني بيستعمل الماكرو وبيستعمل عليها الكلوز اب الادابترات الزياده او الاكستنشن تيوب وبصور شغلات صغيره جدا يعني بنزل الغطسه كامله عشان يطلع صوره يعني بس بيطلع من الدائره كثير فبيستعين بالترايبود اكيد لاني بحسب الموقع مو مرات مش دائما بتقدر تحط الترايبود يعني مرات بيحط سبورت تيارات ممكن مرات بحط سبورت عشان يثبت حاله بشكل معين بس تحت المي مش زي هلا بحط ترايبود وين مكانه بقدر ان استعمل فيه بيعتمد حسب المكان اللي انت فيه تحت المي بدك تكون فلكسبل بدك تدبر حالك شوي كيف انك تاخذ الصوره اللي انت بدك اياها مش دائما الصوره بتيجي زي ما انت بدك يعني غير مش بالاستوديو احنا فبدك تكون شوي تخترع مرات بعض الاحيان ومرات تنزل اول غطسه ما بتزبط معك تروح ترجع تنزل غطسه بتعدل شغله بالمعدات تبعتك تنزل ثاني غطسه عشان ترجع تصورها انك تزبطها مره ثانيه شكرا اوكي العفو اي اسئله ثانيه اوكي الاخ هون for this underwater photography Yes. The best advice that you can give, like for safety and other things, like dangerous creatures or something like that. Don't touch anything. You might encounter. So, have you encountered anything like dangerous around you while diving? Well, actually, yes. بالنسبة لل تحت المي كتير شغلات خطرة وكتير شغلات بتكون أنت مش شايفها إنها خطرة. حسب يعني الخطر ممكن يختلف من مكان لمكان حسب المكان اللي انت بتغطس فيه فبدك تعرف المكان اللي انت بتنزل فيه شو الكائنات
اللي موجودة اللي ممكن تشكل خطر عليك. يعني أنا مثلاً الصورة اللي عرضتها عليكم بالنهاية اللي هي صورة اللين فش وفي حواليها الجلاس فش اللي عرضتها بالنهاية وغطست أول يوم وثاني يوم عشان إني أطلع هاي الصورة، أنا شايف إنه في عندي مجموعة لين فش موجودين بالصورة تبعتي ومنتبه لهم، واللين فش أنا بعرف إنه سامة إلى حد معين، يعني لو ما بفضل لو صار وضربتني لين فش منهم بعرف إنه مش ما في خطر على حياتي بهذا الشكل. لكن بنفس الموقع أنا لما شيكت الموقع كان في اللي أنا شفت هاتنتين ستون فش، ستون فش موجودين، والستون فش يعني كان موجود على الحديد تبع السفينة والحديد مع فترة مع المية فضي فلونه شوي بني، والسمكة موجودة ببعض الزوايا فعليا فعليا بدك تركز، يعني إذا ما بتركز وبتطلع عليها وبتكون عارف مظبوط بدك تنتبه لها. الخطر بيصير من التصوير تحت المي، يعني احنا مصورين في نسبة كبيرة من الموجودين مصورين، والمصور بيعرف لما يدخل خلص بمزاج التصوير ببطل شايف اشي تاني، هاي الصورة بدي اعملها في هون ابصر خطر سمكة كذا ببطل يفكر. فلازم ما ندخل بالمزاج اكتر من اللازم وانسى شو اللي حوالي. يعني انا شفت سمكتين ستون فيش، واحدة بعيدة كانت واحدة كانت قريبة حتى بالستروبس هون دفشتها خليتها تبعد وقبل ما أبلش أخذ التصوير عملت جولة تانية كمان اطلعت بالستروب معي تورتش الضوء الصغير عم بتطلع بكل الزوايا هون اتأكدت انه حوالي نظيف فيش اشي خطر ودخلت بالتصوير. لأنه لما أنا أكون أطلع من وراء الفيو فايندر فعليا أنا ما بكون شايف شو اللي عم بيصير حولي. فحسب المنطقة اللي انت بتغطس فيها بدك تعرف شو الشغلات الخطرة اللي موجودة عندك. الملاحظة اللي بحب احكيها للكل انه ما تلمسوا ما تحاول تمسك او تلمس اشي بالموضوع. نسبة كبيرة من الكائنات تحت البحر عندها معدات دفاعية، في عندها اجهزة دفاعية ممكن انها تقرص او تلدغ او تسمي او فيها في عندها معدات للدفاع عن نفسها، فاذا ضايقناها ممكن انها تدافع عن نفسها. فحاولوا اتركوا كل شيء بحاله ومعظم الاحيان ان شاء الله ما بيصير فيكم اي شيء. وشكرا لكم مره ثانيه. العفو.